بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ السنة العاشرة لهذا البرنامج. النهاردة بدأنا مع حضراتكم 15 مارس 2014. امبارح كان نهاية العام التاسع. من النادر قوي لما تلاقي برامج بفضل ربنا وكرمه وكرم حضراتكم وثقتكم فينا في هذه القناة وهذا البرنامج. على مدار 9 سنوات بدأنا في أوقات صعبة للغاية، وكان الرهان إنه البرنامج ده هيقعد شهر أو 2 أو 3 أو سنة أو 2 بالكتير. وكنت بلاقي للأسف بعض زملاء في الإعلام يقولوا كده، وإنه مش هيكملوا وإنه مش عارف إيه، ده ضلع كده وخلاص كده، يعني كانوا بيقولوا الوقت ده، يعني لدرجة كانوا بيقعدوا يتكلموا هو مخلينه ليه، ما يقعد ما تقفله، كانوا بيعملوا كده. بكلمكم بجد والله، وبفضل ربنا وكرم ربنا، لأن إحنا ليس لدينا مصلحة إلا مصر، يستمر هذا البرنامج 9 سنوات على التوالي ونبدأ العام العاشر النهاردة. هذا البرنامج واحد من أهم برنامجين في مصر، منهم برنامج ما يعني برنامجين مش 3، من أهم برنامجين في مصر هذا البرنامج، الحمد لله بفضل ربنا وكرمه. الأمر الثاني، قناة صدى البلد النهاردة قناة موجودة رقم في الإعلام المصري، رقم 3 أو رقم 4. هذا البرنامج بيحقق رقم تاريخي على الهواء، كام؟ حوالي 9000 ساعة هواء. تاني بقول الرقم، 9000 ساعة هواء، لأن كنا في أوقات بنقعد 8 ساعات وعشر ساعات، وأيام بنقعد أذان الفجر بيأذن علينا ونطلع فاصل لأذان الفجر ونرجع نكمل، كنا بنقعد في أوقات اللي هي كانت أوقات الصعبة 2014 و15 و16 و17 و18، كنا بنقعد أوقات مش 3 ساعات ولا 4، أوقات طويلة. ولما جت كورونا قعدنا اشتغلنا 5 ساعات و6 ساعات في الأحداث، بنقعد نفتح هوا طوال ساعات الليل والنهار. فبقول لحضراتكم رقم كبير بسم الله ما شاء الله، 9000 ساعة، غير قناة التحرير 2000 ساعة في سنة، اللي هي من 9 مارس 2013 بداية ظهوره في قناة التحرير قبل ثورة 30 يونيو العظيمة. وعايز أقول لحضراتكم في هذا الوقت لحد مارس 2014، 7 مارس تقريبا 2014، قعدنا الوقت ده في قناة التحرير، كنا قناة تحرير أيام كنا بنشتغل 16 ساعة، 16 ساعة اللي هي أيام الثورة العظيمة، ثم اللي حصل في هذا التوقيت وبعدها، ويوم 14/8 اليوم الصعب جدا علينا، ويوم 3 يوليو اليوم العظيم جدا علينا، وعايز أقول ويوم 30/6 قعدنا خلصنا تاني يوم الصبح، زي ما بقول لكم كده. فعايز اقول لحضراتكم كل الاحداث عشناها مع حضراتكم في هذا البرنامج، ساعات الاف ساعات الهواء. اي حد يعني يمكن مع تقديرنا للجميع يعني انه يقعد وقت طويل كده تبقى عمليه صعبه جدا، ولكن وقت طويل والحمد لله بقدره بتاثير بمشاهدات، عايز اقول لكم المشاهدات تقترب من 1,000,000 مشاهدة. تاني بقول الرقم، تقترب من 1,000,000 مشاهدة، بتكلم بالظبط 980 مليون مشاهدة، قرابة 1,000,000 مشاهدة. ارقام بقول لحضراتكم ارقام ما بتبقاش موجودة كتير، يعني مش عايز اقول لحضراتكم الارقام دي قليلة قوي لما تلاقوها، نادرة قوي لما تلاقوها،
ولكن بفضل ربنا وكرم ربنا وبفضل رجل محترم النائب محمد أبو العنين الذي وثق فينا من البداية. ما اتكلمناش 3-4 كلمات، يعني يمكن أول مرة أحكي إن أنا جيت صدى البلد، يعني التعاقد تم إزاي. أنا كنت في قناة التحرير، وكانت قناة التحرير عاملة حفلة للموسم الجديد، فأنت عندك حل من اتنين. وفي الوقت ده أنا دخلت قناة التحرير ما كانش فيها إعلان واحد. ربنا كرم الدنيا وعمل ويعني مش عايز أرجع لهذا الوقت، ولكن في اليوم ده يوم الحفلة لقيت ناس، إيه الموضوع؟ إيه؟ لا الموضوع مش بالنسبة لي، مش عاجبني يعني. فخدت قرار إن أنا مش مكمل. نزلت، كانوا عاملين عشان ناخد صورة جماعية، نزلت محمود موسى قاعد، فقلت له تعالى، قلت له أنا مش مكمل مع الناس دي. قال لي، قلت له مش، قال لي أنا حسيت بيك. هو بيبان على على طول. خرجت، خلاص خدت القرار مش مكمل. خلاص يعني انت في الاخر صاحب قرار يعني. وانا خارج لقيت استاذة الهام ابو الفتح جايه عشان تهني قناه التحرير واستاذ عمرو الخياط بالموسم الجديد والتجديد والتطوير فبتقول لي والله كده بالظبط، خلاص ما انت عملت القناه ونجحتهم وكذا، مات كذا، تعالى. قلت لها ايه؟ قالت لي خلاص بقى، تعالى لنا بقى. فبالظبط كلمتين، قلت طب تعال نقعد مع بعض. طلعنا قعدنا 5 دقايق كذا ولا حاجه خالص. كان طلب الوحيد زملائي فريق الاعداد المحترم بس يبقوا معايا، بس مش حاجه تانيه، وهم الموجودين معانا لحد دلوقتي ما شاء الله يعني. هو ده، لم نتحدث في اي شيء على الاطلاق. فحتى بقول لها، قالت لي استاذ محمد ابو العنين كلمنا، خلاص يلا اتفضل خد وقتك، امتى تطلع امتى كذا، حددنا وطلعنا. بالظبط الموضوع خد 5 دقائق من ساعتها للنهارده. بقول لحضرتك من ساعتها للنهارده هم ال5 دقايق دول، الثقه والاحترام والتقدير والخط. هو في خط مرسوم خلاص، مش يعني تأكيد لهذا الأمر. مسألة بالنسبة لنا زي ما بقول كده، الهدف إنه هنا في رسالة، هنا في رسالة. حتى لما طلعوا في قناة التحرير بعد ما أنا مشيت، سافرت طبعا أسبوع خارج مصر، قال له ده عشان نتعرض. لا الموضوع خالص لم نتحدث في فلوس على الإطلاق، ولا بتكلم في موضوع الفلوس ده مع حد، ما نتكلمش يعني من الحاجات اللي هي انت الاهم العمل، الاهم العمل. وده كان حكاية، والحمد لله تستمر هذه المسيرة بفضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى ومشاهدينا الكرام في كل مكان اللي عندهم ثقة كبيرة جدا جدا. ويعني قد يكون بيحدث أخطاء، بقول لكم 9000 ساعة هوا، 9000 ساعة هوا، وارد يبقى في دقيقة خطأ، 5 خطأ، ساعة خطأ، وارد جدا. نتكلم في إعلام على الهوا، أنا بتكلم من حضراتكم مباشرة، ما فيش حاجة مكتوبة قدامي على الشاشة، لا، مني تلقائي زي ما أنا بتكلم كده، زي ما أنا بتكلم كده قدام حضراتكم، مفيش حاجة قدامي خالص. فوارد بنتكلم، وارد يبقى في أي أخطاء، إحنا في الآخر بشر وبيبقى عندك ضغوط وأنت في مسؤولية، عندك أخبار قد كده بتقراها، أحيانا بتبقى صادمة، أحيانا بتبقى مفرقة، ولكن المشاهد ليس له علاقة بانه عندك ايه، ما لهوش علاقه. هو ليه علاقه؟ انت طالع تكلمه في الدنيا والاحداث والتطورات وتشرح له وتوضح. المواطن ما لهوش علاقه، والمشاهد بيه انت عندك ايه خالص. وطبعا هذا امر طبعا محدش ليه علاقه الا انت مسؤول، عندك مسؤوليه لهذا الامر. شكرا لكل زملائي، زملاء الافاضل اللي هم فريق العمل كلهم اللي حضراتكم مش بتشوفوهم، اللي هم نجاح وسبب نجاح هذا البرنامج. فريق العمل كله، كل الزملاء في هذه القناة المحترمة هم سبب هذا النجاح. أنا شخص بيطلع على الهواء قدام حضراتكم، ولكن هناك فريق عمل ضخم
إعداد وإخراج وتصوير ومونتاج وخرج ودخل وكل كل يعني في كل حاجة، وكل الزملاء الأفاضل في كل حتة يعني لهم كل الاحترام والتقدير على يعني ما يؤدوه من عمل مستمر. ناس ما يعني مهما أقول لهم، وبصراحة ببقى أنا في الشغل يعني صعب يعني، جايز ناس اللي تعرفني واشتغلوا حتى وإحنا مع زملاء مع بعض في الأهرام عارفين يعني صعب في الشغل، صعب في الشغل إن أنا بحب أبقى موجود أول واحد، أول واحد يعني. الأهرام كنت بروح الأهرام الساعة 7 الصبح، 7 صباحا جاي تعمل ايه 7؟ بحب اروح 7 الصبح لما يبقى في احداث بتلاقوني هناك. والله ايام كنت بروح اصلي الفجر وانزل، بتكلم بجد والله، وصح الناس انتوا فين فين لسه بدري. العمل العمل هنا، باجي هنا الساعة 1:30، لما اتاخر اجي الساعة 2 عشان اطلع الساعة 8. كل دي ساعات عمل للتحضير والتجهيز. وطبعا لما يتاخروا، مش عايز اقول لكم، طبعا مش عايز اقول لحضراتكم يعني، صوته بيجيب مول مصر ولكن وطول الوقت بنشتغل، طول الوقت بنشتغل. خلص الحلقه ما بنتكلمش ايه عندنا ايه بكره، خلاص الحلقه خلصت، خلص خلاص مش هنتكلم حصل بكره في ايه، تبدا تجهز لتاني يوم من بكره مثلا اجازه وبعده. طول ما انا موجود فين فيديوهات، فين كذا، بنتابع ايه، في تقارير، والناس بتتحمل حجم الضغط، لانه بقول لحضراتكم هي مسؤوليه. فالمسؤوليه دي كمان الثقه اللي حضراتكم يعني حاطينها وثقتكم الكبيره جدا على راسي والله، وده اللي مخلينا ان احنا بفضل ربنا مستمرين، ومخلينا الحمد لله بفضل ربنا رغم كل التحديات، رغم كل اللي بيحصل على مدار السنوات الماضيه من تهديدات ومن إرهاب ومن محاولات ومن ومن وحاجات كتيرة جدا، وإعلام معادي بيشتغل على مدار الساعة تشويه وحملات معادية، وطول الوقت طوال الوقت طوال الوقت، واقتطاع حاجات ويركبوا حاجات على حاجات لمحاولة تشويه أو محاولة يعني أنه يفقدوا مصداقية. ولكن الحمد لله فضل ربنا كل هذه الحملات كلها جاءت بأثر إيجابي، تاني بقول بأثر إيجابي، لم تؤثر سلبيا على الإطلاق. عايز أقول لحضراتكم كل القنوات بتاعت جماعة الإخوان الإرهابية من 2013 لحد النهاردة ما بطلتش، لو كان على أي حد آخر ما كانش يكمل أسبوع، ما كانش يتحمل ولا لحظة. بس بالنسبة لنا الموضوع بدأ من التسعينيات، فمتعود عليه يعني، شغالين عليا من التسعينيات لحد دلوقتي مستمرين، ومش هيبطلوا، لان انتوا في الاخر زي ما قلت لحضراتكم احنا الفارق بيننا وبين عندنا رساله واضحه ومحدده، ما عندناش حاجه اخرى غير مصر، مفيش حاجه تانية عندنا، ولن يكون بالمناسبه حتى هم بيحكموا. ما هو الفارق ما بيننا وبين اخرين، وقت ما هم بيحكموا كنا احنا بنقول ايه والاخرين كانوا بيقولوا ايه، بس هو ده الموضوع، هم في الحكم. فهتقعد بقى تطبل الاخوان ولا تدوس في الاخوان؟ كنا بندوس في الاخوان وفي مرسي شخصيا وفي كل التنظيم، وهم في الحكم يعني. ما كناش خايفين من الاخوان، لان احنا بنتكلم زي ما بقول كده، مصر هي الاهم من اي حد، فلما هم كذا عملنا ده. عشان كده نبدا على بركه الله، واشكر كل مشاهد وكل مشاهده جوه مصر وبره مصر، كل واحد بيتابعنا، كل واحد بيقابلنا في أي مكان أو بيبعت لنا رسالة، أو حتى بنعمل تقارير فلاقي الناس بتبعت يعني ما في تقرير بنبعته الناس بيشكروا. طبعا ما بنخليش الحاجات دي تبقى يعني تبقى موجودة في الإعلام، ولكن هو بيبقى بنشكرهم طبعا، كل الناس اللي هي بتبقى ممتنة، حتى الرسائل، حتى لو حد بيبقى أحيانا ممكن حد يبقى متضايق، طبيعي في ضغوط على الناس كلها، طبيعي بيبقى في ضغوط، بنحاول بقدر الإمكان من أول لحظة لآخر لحظة ما في مواطن يبقى يعني صوته إلا وبيبقى موجود، في مشكلة بيبقى موجود. في أول حلقة عملناها، أول حلقة كان 14 مارس 2014 رحت أسيوط. كان إيه في أسيوط؟ كان في سيول بقالها أسبوع، دي أول حلقة، ده أول ظهور 15 مارس 2014 اللي قدام حضراتكم ده.
يومها كان في عمل إرهابي بالمناسبة، كان في اليوم ده كان عندنا شهداء في اليوم ده، جماعة الإخوان الإرهابية نفذت عمل إرهابي في هذا اليوم اللي قدام حضراتكم. اليوم ده 15 طلعت مقدمة البرنامج، كان في بني سويف أعتقد، وكان في محافظة أخرى وأعتقد المنوفية، عندنا شهداء وفتحنا هوا ومداخلات لأسر الشهداء واتكلمنا على هذا العمل الإرهابي قدام حضراتكم. أهو دي لقطات أول حلقة لينا في هذا البرنامج على قناة صدى البلد 15 مارس 2014 قدام حضراتكم. أهو بنتكلم على أهو بني سويف والمنوفية، كان عمل إرهابي وعندنا شهداء في ذلك اليوم. بعدها عرضت الجزء الحلقة المسجلة من أسيوط، كنا في مركز البداري أسيوط في قرية العتمانية، كان هناك سيول والسيول بهدلت الدنيا والأرض والبيوت والناس، وكانت الدنيا في الوقت ده كانت حالة صعبة جدا. رحنا قدام حضراتكم اهو مع أهالينا في محافظة أسيوط، ده أول حلقة. تاني كانت من أسيوط قدامكم، التصوير ده كان 14 مارس 2014 في أسيوط مركز البداري السيول، ورحنا وقابلنا الناس ووقتها كان المحافظ اللي هو إبراهيم حماد، وقابلناه ونزل معانا وكان معانا في هذه الجولة، وقابلنا الناس والأهالي وتمشينا وشفنا الناس ومشاكلهم وبيوتهم وحاجتهم. بقول لحضراتكم كان بدايتنا كده، دي بدايتنا، إنه بدايتنا زي ما بقول كده المواطن، صوت الناس، صوت الناس وأيضا الدولة المصرية ومساندة الدولة المصرية. ونحن دائما ننحاز الانحياز الكامل لمصر وشعب مصر ومؤسسات الدولة المصرية، مؤسسات مصر، ده انحيازنا الكامل من أول لحظة مع المواطن، ونفضل دايما مع المواطن. وزي ما بقول كده صوت المواطن، المواطن بيشتكي من كذا بنروح له وصوته يطلع على الهواء، نعمل تقارير. ما في محافظة، ما في محافظة في 27 محافظة، وأنا بقول على الهواء، ما في محافظة في 27 محافظة ما عملناش منها تقارير أو أنا رحتها. يا زملاء المراسلين المحترمين نزلوا تقارير أو أنا رحت المحافظات، ما في محافظة لم تكن موجودة في هذا البرنامج، كل محافظات مصر هنا. طيب ايه تاني؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانتخابات الرئاسية، ثم الرئيس، جولاته الخارجية اللي كانت يعني مهمة جدا عقب توليه المسؤولية. ايطاليا كانت اول جولة كنا موجودين مع نائب محمد ابو العنين، ثم فرنسا نائب محمد ابو العنين، ثم بعد كده جولات اخرى حول العالم كنا موجودين مع الرئيس في كل الجولات، لانه كان في الوقت ده كان مهم قوي نبقى موجودين، وكان مهم قوي مع المصريين اللي موجودين بره، لهم كل الاحترام والتحيه، اللي كانوا مع الرئيس في كل حته ينتقل ليها الرئيس. ايطاليا الاف، فرنسا الاف، بريطانيا الاف، امريكا والصين وروسيا واليابان واسبانيا والمانيا، ما في حته قبر، كل دول العالم، كل دول العالم المصريين موجودين. المواطن مشاكله ايه؟ وبنفتح مداخلات، يمكن بقى لنا فتره الفتره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله تاني بقول اهو مع بدايه العام السنه الجديده العاشره باذن الله تعالى نرجع لما كنا بنتكلم، المداخلات وصوت الناس وحضراتكم زي ما كنا بنعمل. جايز الفترة اللي فاتت أحداث كتيرة، ومع كورونا ومع ومع، يمكن ده اللي كان إيه، أحداث كتيرة جدا. بالمناسبة إحنا بنحضر شغل، تاني بقول بنحضر شغل ياخد 10 ساعات عمل، تاني بنحضر شغل ل10 ساعات، إحنا بنطلع 3 ساعات. في شغل ما بلحقش أعرضه، في تقارير كتير بنعملها والناس بتزعل لأنه بيبقى الوقت كمان، وعندك أحداث دولية بتبقى مهمة لأنها بتأثر علينا، بنوك بتنهار في أوروبا وأمريكا بتأثر علينا، كورونا وإحنا جزء من اللي بيحصل والأزمة، وبالتالي مهم المشاهد. إحنا برنامج مش مصري، مش برنامج يناقش قضايا داخلية، إحنا برنامج يناقش كل قضايا العالم، كل حاجة في العالم بتحصل لازم نقولها لحضرتك ولازم تبقى عارفها. نناقش قضايا الوطن وهموم الوطن، وده طبعا أساسي رقم واحد، وكمان شواغل حضراتكم، وكمان اللي بيحصل على أرض مصر،
اللي بيحصل على ارض مصر كتير جدا. سياده الرئيس النهارده كان بيتكلم حتى على الاعلام، المشروعات القوميه والشغل اللي بيحصل والدلتا الجديده وتوشكا وغيرها، وهذا عمل ايضا مهم بنعمله ولكن مهم كمان نقدر واستمراريه العمل عشان كمان المواطن يبقى شايف البلد بتعمل ايه. طول الوقت المواطن يبقى شايف، المواطن لانه تركيز المواطن مهم ان حضرتك تبقى عارف الكلام ده. جايز في بعض الحاجات مش كل الناس يعني ممكن شاف النهارده ما شافش امبارح. في حاجات بتتطور كل يوم، يتعرض كل شويه ويتقال كل شويه، وليه لا؟ ما لانه في الاخر ده حجم عمل، مين في الاخر رايح ومين هيستفيد بيه؟ ومين هيستفيد بده؟ كله عائد علينا. لو انا بتكلم النهارده هيكون عندنا حوار مع اللواء دكتور ايهاب عبد السميع رئيس مجلس اداره شركه النصر للكيماويات الوسيطه، اللي سياده الرئيس النهارده كان موجود بيفتتح مشروع قومي، مشروع صناعي ضخم، صناعه من الصناعات الثقيله اللي كان النهارده في السخنه. الاسمده الازوتيه، الاسمده ده مهم وجايز الناس، وانا من يعني ما احنا ناس بنزرع ارض. ده كان الافتتاح النهارده. فهيكون عندنا حوار مع سياده اللواء ايهاب عبد السميع في الجزء الاخير من هذه الحلقه عن اهميه المصانع، اهميه ما تمتلكه مصر من هذه الصناعه المهمه جدا. هذه الصناعه حضراتكم سياده الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فريق اول محمد زكي القائد العام، مهندس طارق الملا وزير بترول، دكتور هاله السعيد وزير تخطيط، السيد محمود توفيق وزير الداخليه، وطبعا حديث جانبي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا، وطبعا ساده الوزراء السيد عمرو طلعت الفريق الكامل الوزير، سيد القصير، كل الساده الوزراء، دكتوره ياسمين فؤاد، لواء هشام امنه، كل ايضا مع قاده جيشنا العظيم دكتور هانس ويلم وزير موارد المائيه والري، والفريق احمد خالد، كل الفريق احمد الشاذلي، كل قاد مجموعه كبيره من قاده جيشنا العظيم. فجيشنا العظيم لهم كل الاحترام والتحية على اللي بيعملوه لشعب مصر العظيم، لأنه اللي بيتعمل النهاردة اللي قدامكم ده أهلنا، وأنا من الناس اللي عندنا أرض وبنزرع، فأعرف أهمية ده إيه، أهمية ده إيه للزراعات في مصر، وأهمية ده إيه للتصدير. لأنه هذا المكان هنا، أنت في السخنة، مين السخنة على بعد يعني مش عايز اقول لكم قد ايه. وادي سيادة اللواء دكتور ايهاب عبد السميع رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات، اللي انا بشكره جدا يعني في هذا اليوم، يعني خدنا جولة وهتتابعوها معانا عن مصر وأهمية هذه الصناعات الثقيلة اللي احنا يعني النهاردة سيادة الرئيس بيفتتح هذا المكان وهذا المصنع الكبير. هو مش مصنع، ده هو مجمع ست مصانع بس كل واحد فيهم حكايه. لواء ايهاب عبد السميع هيشرح لكم بعد شويه وهتشوفوا مع بعض. وعايز اقول لحضراتكم وتبقوا حضراتكم فخورين قوي ببلدكم، فخورين قوي ببلدكم، وتنبسطوا قوي ببلدكم. عندنا تكنولوجيا، مين اللي عامل الكلام ده؟ المانيا. احنا مع اكبر شركه في هذا المجال شركه المانيه، وعندنا شباب زي الفل. عايز اقول لكم الشباب اللي هنا اللي قدامكم دول اوائل الخريجين في جامعاتهم، امتياز جيد جدا. تاني، امتياز جيد جدا. اللي قدامكم دول، كل دول انا شفتهم الابطال دول، شفتهم واتكلمت معاهم، امتياز وجيد جدا. انت هنا بتاخد يعني الافضل، تاني بقول الافضل، بتطلب ويتقدم لك. عايز اقول لكم تقدم الاف 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 الاف، وعايز اقول لكم اقبال كبير جدا من الشباب عشان يشتغلوا هنا. وبسم الله ما شاء الله، عايز اقول لكم عاملين لهم ايه المعامل دي والحاجات دي، تكنولوجيا. انت بتتابع كل حاجه، كل حاجه دقيقه، كل شيء دقيق. هنا مفيش حاجه يحصل، لانه انت بتتكلم على اولا في بتصدر النهارده ل 56 دوله من هنا. عندك الميناء جنبك، ميناء السخنه. عايز اقول لك هنا بيعملوا عندهم محطه
محطة مية. عارفين جايبين المية منين؟ من البحر الأحمر. جنبهم مدوا خدوا مواسير من المية مياه البحر الأحمر وعملوا محطة عشان ما يحملوش كمان المية بتاعتنا، وبيعمل هو كمان بيخفف عننا. طب الكهرباء ملوش علاقة بشبكة الكهرباء نهائي. عنده الكهرباء بتاعته، عنده الكهرباء بتاعته، ما بيحملش، ما بيضغطش على الشبكة القومية للكهرباء. حاجة عظيمة يا جماعة. أنا قعدت لفيت ساعتين في اليوم ده، الكلام ده أول امبارح، أول امبارح، ساعتين بنلف ما شاء الله. عايز أقول لكم عاملين بنيين مساكن للموظفين، للشغالين يعني، مساكن، حمامات سباحة، مطاعم، أماكن للترفيه، حاجة زي ما أنت شايف كده، شايف زي ما حضرتك شايف كده. المكان ده بالمناسبة حضراتكم اللي بيعدي على طريق الجلالة دلوقتي بيلاقي جبال، مش كده؟ ده كان جبل من ضمن الجبال. المكان ده كان جبل، كان جبل ارتفاعه حوالي 500-600 متر. الجبل اللي بقى النهاردة قلعة صناعية كبيرة، كانت جبل من 3 سنين أو 4 سنين كان جبل، اتشال الجبل ده عشان أعمل المكان ده. فأنت النهاردة شوف بتعمل إيه في البلد، بتعمل إيه حضرتك؟ بتحول الأرض الصحراوية إلى زراعة زي ما هنتكلم عنها بعد شوية. 3.5 مليون فدان داخلين في أرض صحراوية وزراعة ما بين الدلتا الجديدة 2.2 من 10، واحد تقريبا واربعة أو خمسة في توشكا، وعندك 460,000 في سيناء. فانت شوف بتتكلم على أرض شكلها إيه؟ صحراء جرداء تتحول إلى زراعة، إلى زراعة، إلى أكل، إلى أمن غذائي. وعندك هنا جبل، كان جبل من 3 سنين، الجبل ده بقى قدامك أهو، أرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو موجود النهاردة في المكان اللي كان جبل. شلت الجبل ده زي ما أنت شلت وبتشيل النهاردة عشان تعمل طريق الجلالة وتعمل طرق تانية ومختلفة والمقطم وغيره، بتشيل جبال عشان تعمل طرق وتتوسع وتبني وتعمل منشآت وتعمل صناعة وتعمل قلاع صناعية. ما خلي بالك ده هو، هذا هو استثمار ضخم، استثمار ضخم. الرئيس النهاردة بيتكلم آدي الأنواع، أنت النهاردة بقى عندك 3 أنواع من الأسمدة. ده المكان الوحيد، الأسمدة الأزوتية الوحيد في مصر اللي بيعمل أسمدة الأزوتية. الموضوع إيه هو؟ الخبرات، الخبرة. ليه هنا؟ الخبرات والتدريب، الخبرة والتدريب. فبقى النهاردة عندك 3 أنواع خاصين بالأسمدة موجودين النهاردة في مصر. كان الأول عندنا نوعين، النهاردة بقى عندك 3. لأن التالت ده لو ما عندكش سماد، لا عندك زراعة، تاني ما عندكش زراعة، ما عندكش سماد. هو احنا كنا، انا بروح كنت الجمعية الزراعية في البلد، كنا بناخد كيماوي من الجمعية الزراعية. ما انت عندك حيازة فبتروح تاخد كام شكارة كيماوي، بكلمكم زمان يعني، زمان. والكيماوي ده كان في الجمعية بس، ما كانش فيه حاجة سوق، لا كان في الجمعية، فتروح الجمعية تاخد الحصة بتاعتك. انا بكلمكم كشخص عشت ده. عندنا جمعية زراعية في شطورة كنت بروحها، فكان اسمه زمان كيماوي، النهارده بنتكلم على أسمدة. كان موضوع مختلف تماما طبعا، مفيش مقارنة طبعا. النهارده الأنواع، سيادة اللواء إيهاب بيشرح طبعا لسيادة الرئيس، سيادة الرئيس بيبقى كمان دقيق يعني، والموضوع سيادة الرئيس النهارده بيتابع ويرجع لي الصفحة 8 على 26 الصفحة هات لي الانسيرت 11 على 26 هات لي، والله العظيم احنا قاعدين هات لي، ارجع لي الانسيرت رقم 8 على مش عارف كام، يعني عارفين بسم الله ما شاء الله. وطبعا لانه في الاخر شعب المصري بقى شايف بلده بتعمل ايه. اللي قدامك ده كله كان يا مصريين جبل، كانت جبال في هذه المنطقة. طب ما المنطقة اللي حواليها وانت بتعدي النهاردة كلها جبال بالمناسبة، بالمناسبة يعني. وانت عملت ايه؟ على فكرة ده قبل الكارتة بتاعت السخنة على طول على اليمين،
اللي عايز وهو معدي على السخنه يبص كده ويشوف المنطقه دي اخبارها ايه. المنطقه دي كانت جبال منذ 3 سنوات، النهارده تشوف فيها اللي حضرتك بتشوفه النهارده، هذا الافتتاح شركه النصر للكيماويات الوسيطه. المقر الرئيسي بتاعها موجود في ابو رواش. فاكرين من 3 4 شهور سياده الرئيس كان في ابو رواش بيفتتح ايضا مجموعه من المصانع في هذه المنطقه، وليها فرع اخر او مكان اخر في الفيوم. عايز اقول لكم الانتاج، احنا كان عندنا انتاجنا او انتاجهم يعني انتاج هذه الشركات يعني كان حوالي 200,000 300,000 طن. النهارده كام؟ كان 200,000 ل 300,000، خلينا 300,000 الرقم الكبير يعني. 1,700,000. عظيم. بتعمل ايه؟ السوق الداخلي والتصدير. اصدر. مطلوب النهارده السماد المصري عشان في ازمه بتاعت روسيا واوروبا والعالم كله النهارده عايز من مصر. فانت تصدر والقطاع الخاص يصدر والقطاع الخاص بيسلم وزاره الزراعه 45% من انتاجه ويصدر كام؟ 55%. عظيم. يعني كله بيصدر؟ ايوه كله بيصدر لان كله بيجيب عائد. انتوا عارفين السنه اللي فاتت صادراتنا من الاسمده فقط كام؟ 3.5 مليار دولار اسمده فقط السنه اللي فاتت. 3.5 مليار بالظبط عشان يبقى رقم دقيق، 3.3 مليار دولار. لكن 3.5 عشان الناس ايه تحفظ الرقم. دوله بتعمل ده بيجيب لك عائد. وكمان هو انت الارض النهارده 3.5 مليون فدان مش عايزين اسمده ولا ايه؟ ايوه عايز سماد. ما انت لازم تغطي ده سماد، لازم توفر السماد وكميات السماد. هو انا النهارده بتكلم على قمح عايز اوصل ل 70-80% اكتفاء ذاتي. عايز صويا بقى عايز كام؟ عباد الشمس ازرع قد ايه؟ عايز قصب وسكر وبنجر ورز وازرع كام؟ وذره ازرع كام؟ ما هو كل ده عايز سماد، كل ده عايز اسمده. لو من غير اسمده ما تدورش على زراعه، ما لو ما عنديش لازم ادور على زراعه كنت هستورد، لو انا ما عملتش ده استورد عشان ازرع عشان اعرف اعيش عشان احقق مطالب الشعب المصري الامن الغذائي. هو انت النهارده بتصدر ليه؟ لاكثر 150-160 دوله خضار وفاكهه اللي قدام ليه؟ نتيجه ان عندك اولا حاصلات زراعيه متميزه للغايه، عندك كمان ده احنا النهارده اللواء ايهاب كان بيتكلم دخلنا بنروح استراليا، استراليا بتاخد اسمده من مصر، استراليا دي من الدول الصعبه جدا بتبعت فريق عمل، واللواء ايهاب هيشرح معانا بالتفاصيل، بتبعت فريق عمل يقعد كم شهر عندك هنا يشوف المصانع دي بتشتغل ازاي والترتيبات بتاعتها ازاي والتحليل بتاعها للتربه ازاي والفوسفات ايه والعينات ايه، بيقعدوا شهور عشان يتاكدوا ويطمنوا على كل حاجه عشان يستورد منك اسمده. استراليا صعبه من الدول الصعبه جدا. فانت بتعمل وعندك الشهادات اللي هي الجوده اللي محدش تاني زيك، اللي محدش ايه تاني زيك. انجاز كبير قوي. خلي بالك ده صناعه تقيله، دي حاجة تقيلة قوي. المصنع ده سيادة الرئيس بيتكلم النهارده غير الأرض وغير كذا 800 مليون دولار. تاني 800 بس إيه؟ عندك مسؤول الشركة الألماني النهارده شوفوا بيشيد بمصر إزاي وبيتكلم على مصر إزاي وبيتكلم على إنه الشركة وهذا المصنع وهذه المجمعات إضافة للاقتصاد المصري، قال لك إضافة قوية للاقتصاد المصري. ده الناس دي ما بيهزروش، الالمان ما بيهزروش وهو بيتكلم على مصر كده. بلد تعمل على مدار الساعه عشان تحقق باذن الله يتحقق طموحنا وامال الشعب. رجل يعمل على مدار الساعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل. طب هل في يوم مفهوش شغل؟ حجم الحركة، كنا امبارح بنتكلم مع سيادة المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة على الشغل حتى الخارجي، اللقاءات الخارجية والاتصالات الخارجية خارجي أهو. طب وداخلي بنعمل إيه؟ كل ملف زراعة تموين
معارض أهل رمضان، مية، محطات مية، محطات رفع، معالج، محطات معالجة، الكهرباء، طرق، مشروعات إسكان للناس، بديل العشوائيات، حياة كريمة، رمضان، كراتين، مستشفيات، 4.5 مليون كرتونة يوم الجمعة الجاية، 4.5 مليون بعد بكرة، 4.5 مليون كرتونة رمضان، مواد غذائية تخرج محافظات مصر بعد بكرة، هتشوفوا الكلام ده إن شاء الله على الهوا. إيه؟ بلد، بلد، تاني بقول بلد، بلد بمعنى الكلمة دولة، دولة كبيرة قوي، ودولة عندها زي ما السيد الرئيس قال النهاردة واللي طول الوقت الحديث عنه، التحديات الزيادة السكانية. السيد الرئيس بيتكلمنا على زيادة خلال 10-11 سنة اللي فاتت، بنتكلم على من 20-25 مليون زيادة، أرقام رهيبة رهيبة. طب لو أنا ما عملتش النهاردة توسع في الأرض الزراعية، ماذا عن أسعار الأرض، أسعار الخضار والفاكهة والأكل واللحوم والفراخ بعد 4 سنين ولا بعد سنتين حتى، لو ما عملتش ده هتعمل إيه؟ وأنت بتزيد طول الوقت تعمل إيه؟ الإضافة للنهاردة 3.5 مليون فدان، شوف هيضيف لك قد إيه. ولازم أحيي بالمناسبة حزب حماة الوطن، حييتهم امبارح وبحييهم النهاردة قبل ما أروح للأخبار. ليه؟ كنت بكلم امبارح على حزب حماة الوطن، ناس راحوا تشاد، تشاد دي من الدول الإفريقية اللي عندها ملايين رؤوس الماشية، تاني ملايين رؤوس الماشية، فراحوا حزب حماة الوطن عمل مبادرة متميزة جدا، نروح تشاد نسقوا معاهم، وقعوا بروتوكول معاهم، احنا عايزين نيجي ناخد ارض عندكم، اتفضلوا تعملوا بيها ايه؟ عايزين ناخد اعداد رؤوس ماشيه، الاف رؤوس الماشيه، وبعدين احنا نتولى، انا بتكلم على الحزب يعني، قدام حضراتكم اهو، قدام حضراتكم اهو، نتولى اللي هو الاعلاف بتاعتهم والمرعى بتاعهم، عشان يبقى ايه؟ زي الاعلاف بتاعتهم والمرعى بتاعنا، عشان طعم، عشان التسمين يبقى اللحمه، لحمه بتاعتنا، لحمه البلد المصريه. بسم الله ما شاء الله، عملوا كده وجات الطياره اهي، طائره شحن مصر للطيران، وصلت امبارح باين ولا اول امبارح، وعليها الدفعه الاولى الى مصر. وعايز اقول لحضراتكم عليها مئات الاطنان من اللحوم البلديه. طيب البلديه اقف عندها، اقف عند الرقم اللي جاي لك ده، الرقم اللي جاي لك ده لحم بلدي بنصف ثمن اللحم البلدي المصري. اللحم البلدي هنا بتشتروها بكام حضراتكم؟ قولوا لي تشرب كام اللحم البلدي دلوقتي؟ في ناس بتبيع ب 270، في ناس ب 280، في ممكن يبقى اكتر من كده، ولكن خلينا ايه، خلينا 270 هنا هتلاقيها 150-160-170 جنيه بالكتير هنا، وهي لحمة بالضبط هي اللي بتشتريها ب 270 جنيه. تخيل بقى لما حزب مصري، حزب سياسي، ده حماة الوطن الفريق جلال هريدي رئيس هذا الحزب بالمناسبة، يعني لما هذا الحزب يتحرك كده وروح ياخد أرض مساحات كبيرة جدا ويعمل تسمين هناك للعجول والكلام ده ويتولوا الذبح، وبالمناسبة واخدين أطباء بيطريين من مصر وناس من وزارة الزراعة من مصر عشان يتولوا الإشراف على كل هذه المهمة الكبيرة جدا، وهيكون معانا المهندس محمد الجمال دلوقتي عشان يشرح لنا هذه التجربة العظيمة لحزب حماة الوطن. إيه الجمال يا جماعة؟ عندك تقدر تعمل، وعملت، مش تقدر، عملت. ما انت عندك النهاردة مشكلة في اللحمة، أيوة عندنا، وأسعار غالية جدا، أيوة. طب نعمل إيه؟ نتحرك. شوف بقى بيتحركوا إزاي، هو ده الحركة. لما انت تعمل كده بتعمل بتدي بصمة كبيرة قوي إنك انت فعلا مع، انت واقف مع الناس، أنا رايح بعمل في تشاد وأجيب اللحمة أهي، اللحمة اللي زيها زي اللحمة البلدي اللي ب 270 جنيه، أنا ببيعها لك ب 150 ولا 160 ولا 170 جنيه، بأقل نصف السعر، نصف الثمن. كل التحية
زي ما بقول كده. طبعا لما احنا نشوف الكلام ده نقدر نعرف التفاصيل ونشوف الحزب عمل ايه وحركته ايه، وانت زي ما بتقول كده مراعي مصريه. انت متخيل يبقى عند مراعي مصريه في تشاد؟ ما هي دي العلاقه، دي العلاقه المصريه بين القيادتين السياسيتين في مصر وتشاد، مش كده ولا ايه؟ مش الرئيس عمل زياره هناك ورئيس تشاد جه مصر، مش كده ولا في حاجه؟ طبعا في لقاءات وفي اتصالات وفي علاقات وفي تنسيق على اعلى مستوى، وبالتالي تتحرك يبقى عندك هناك وتوفر الـ يبقى عندك مزرعه هناك تسمين العجول، وتبقى تنقل يعني شحنات مئات الاطنان الى مصر، وتبدا يعني تنزل هذه اللحوم بنصف الثمن. وده طبعا مساله في غايه الاهميه يقوم بها حزب حماة الوطن. طب تعالوا نسمع حزب حماة الوطن هذه التجربه المتميزه وارجع لحضراتكم. وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قام حزب حماة الوطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة تشاد، والتي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بالثروة الحيوانية. نظراً لما تمتلكه من مراع شاسعة، نجح حزب حماة الوطن في إقامة مزرعة مصرية لتسمين العجول التشادية، ثم ذبحها ونقلها مبردة بالطيران إلى مصر، لتهبط أول طائرة محملة باللحوم في مطار القاهرة محملة بمئات الأطنان، تمهيدا لبيعها بأسعار رمزية للمواطنين في مختلف المحافظات. العلاقات بين تشاد ومصر علاقات قديمة، لكن ابتداء من اليوم جينا احنا نتلاقى أول طائرة بتجيب لحم من تشاد، لكن تنفتح أفق جديدة للتبادل التجاري بين تشاد ومصر. مجال الأمن الغذائي ده مجال مهم جدا لينا كدولة مصرية، واحنا كحزب حماة الوطن بنهتم بهذا وبنساعد الدولة المصرية ان احنا نوصل باللحوم لنصف السعر اللي موجود في السوق المصري. ان شاء الله هيتم توريد خلال الفترة القادمة ما يقرب من 800 طن هيصلوا شهريا. بنشتغل على تجهيز واعداد منافس ثابتة هتصل الى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لكن علشان دخول رمضان ووصول اللحوم في هذه الفترة هنوزع هذه اللحوم بسيارات مبردة. خدنا أرض على مساحة كبيرة وحطينا فيها أبقار، غيرنا المرعى خليناها نفس المرعى اللي تناسب المستهلك المصري، زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجر على كمية من الأبقار. دولة تشاد هي دولة مسلمة بيذبحوا حلال، في موافقات على المجزر، في لجنة من هيئة الطب البيطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقالها شهر بيكشفوا على العجل من قبل ما بيخش للذبح لحد ما بيوصل للطيران عشان نوصل للسعر المناسب. عملنا نظام مقايضة، عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية ما بين جمهورية مصر العربية. تلك الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتخفيف عن كاهل المواطنين تأتي في إطار خطة تنموية واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق ويساعد بشكل كبير في انخفاض سعر اللحوم البلدية المحلية وتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل. اليوم 15 مارس عيد الدبلوماسية المصرية. كل سنة وكل رجال مصر الذين يسهرون في الخارج من أجل هذا الوطن وخدمة هذا الوطن دايما كلهم يا رب بألف خير. وسيادة الوزير سامح شكر وزير الخارجية رجل من رجال الدبلوماسية المصرية المحترمين للغاية، شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى. كل رجال الدبلوماسية المصرية، مصر عندها بعثات دبلوماسية وسفارات ربما في أكثر من 150 أو 159 دولة، عندنا انتشار كبير حول العالم، وهذه هي قدرات الدولة المصرية. قدرات عندنا
انتشار بقول لحضراتكم بعثات دبلوماسيه وسفارات في اكثر من 150 او قرابه 159 دوله على مستوى العالم. سياده الوزير سامح شكري واحد من الرجال اللي المخضرمين في مجال الدبلوماسيه المصريه. هذا الرجل ايضا تولى المهمه في وقت صعب جدا، ولكن يعني بيؤدي على يعني افضل اداء فيما يتعلق بالدبلوماسيه المصريه. واجهه مصريه مشرفه، الخارجيه المصريه وكل الدبلوماسيين حول العالم، وعندنا طبعا سفيرات وعندنا قناصل وعندنا العديد طبعا من العاملين في هذا في وزاره الخارجيه المصريه، كلهم بنقول لهم كل سنه وانتم دائما بالف خير. وعايز اقول لحضراتكم الخارجيه المصريه والدبلوماسيه المصريه قدمت شهداء، تاني قدمت شهداء، هناك شهداء لو الناس مش متذكره، لان انا متذكر انه كنت بتابع هذا حدثين ارهابيين، واحد كان في باكستان في عام 95 وتم تفجير السفاره المصريه من جانب عناصر ارهابيه من تنظيم القاعده في عام 95، وعندنا شهداء. وايضا احد شهدائنا ايضا اللي ايضا استشهد في العراق قبل عده سنوات، فالخارجيه قدمت ايضا شهداء. الخارجيه عملها على مدار الساعه. الخارجيه المصريه دائما هي الصوت المعبر عن الدوله المصريه وصوت الدوله المصريه، وايضا هي التي تتولى الدفاع وحمايه حقوق مصر. كل سفير وكل دبلوماسي موجود في كل دولة، في أي دولة، هو يدافع عن مصالح مصر ويتحدث بلسان مصر. الخارجية المصرية على مدار تاريخها ولنا ولدينا مؤسسة دبلوماسية رفيعة المستوى، والجميع نشهد لهم جميعا بالكفاءة. ومؤكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الحالي لجميع الدول العربية كان أيضا أحد رجال الدبلوماسية المصرية، كان وزير خارجية مصر حتى عام 2011 في فترة أيضا مهمة وقوية جدا. أيضا السيد عمرو موسى كان أيضا وزيرا لخارجية مصر، أيضا نبيل فهمي كان وزيرا لخارجية مصر، عدد كبير طبعا، دكتور عصمت عبد المجيد، وزير أحمد ماهر السيد، نبيل العرب، يعني نبيل العرب كان أمين عام ما كانش وزير خارجية ولكن كان أحد رجال الدبلوماسية المتميزين للغاية. لكن عدد محمد العرابي ايضا تولى الخارجيه المصريه عقب احداث او عقب اللي حصل في يناير 2011. مجموعه من رجال الدبلوماسيه المصريه رفيعي المستوى. كان الصوره دي كانت يعني كنت اتمنى يكون السيد احمد ابو الغيط موجود، ولكن اعتقد كان ربما في بيروت، ما كانش يمكن رجع، كان عنده طبعا مؤتمر مهم في لبنان، ولكن زي ما بقول بنقول له كل سنه وسيادته بألف خير. عدد كل الدبلوماسيين المصريين في اي مكان تذهب الى السفاره المصريه، تستنجد بالسفاره المصريه، تجد دبلوماسي، تجد سفير، تجد سفيره، تجد رجال السفارات المصريه والقنصليات المصريه التي تعمل من اجل هذا الوطن وهذا الشعب. دايما في هذا اليوم بنقول لهم كل سنه وانتم دايما بألف خير، كل سنة ورجال الدبلوماسية المصرية ومصر دائما مشرفين، واحنا نفتخر بيكم ونفتخر بكل واحد من سفراءنا وكل واحد بيعمل في سفاراتنا حول العالم. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما رافعين بلدكم دايما لفوق، وتدافعوا عن حقوق بلدكم في كل المحافل الدولية، وصدقوا دائما قوي، وهو صوت مصر القوي في كل مكان. لكم التحية والاحترام. نتابع. طيب نروح للمهندس محمد الجمال ثم نعود نتحدث قبل أن نذهب إلى النهاردة كمان. باشمهندس محمد، أولا مساء الخير. مساء الخير عليك يا فندم، كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، بمناسبة حلول شهر رمضان إن شاء الله. وحضرتك بألف خير. أولا تجربتكم، وأنا بحييكم طبعا على تجربة حماة الوطن، على هذه التجربة. إيه الفكرة إن إحنا رحنا أولا، وكل التحية لتشاد
كل المسؤولين في تشاد وكل وطبعا رئيس تشاد وكل الدولة التشادية على دعم الكبير وعلى التعاون كمان معنا. ايه ممكن تقول لنا من الاول الفكرة ان احنا رحنا تشاد؟ الفكرة في أستاذ أحمد جات من سنة ونص لما عرفنا أن مصدر اللحوم السودانية اللي بتيجي من السودان هي مصدرها تشاد. تشاد عندها 120 مليون بقرة موجودين. تشاد عندها أرض خاصبة للزراعة. خدنا القرار كحزب حماية وطن وكشركة الوطنية الكويتية اللي أنا أكون رئيس مجلس إدارة وبتشرف بيها. اتواجدنا هناك، خدنا أراضي، اشترينا عدد من الأبقار، غيرنا المرعى، استعنت من الدكاترة المصريين الوطنيين اللي كانوا موجودين هناك من سنة ونص بيغيروا المرعى وغيروا، عملنا عليقة من الأعلاف وزرعنا زراعة الخاصة بالأعلاف، غيروا المرعى، عملوا التحصينات بتاعتهم. البقرة بقت لحمة أكنها من المرعى المصرية. اتواجدنا هناك، اشترينا من الأفكار، لقينا سعر الدولار بيزيد كل شوية. خدنا القرار، عملت دراسة جدوى أنا وزمايلي وزملائي في الحزب ان احنا مش عايزين نرتبط بسعر صرف الدولار، لان حضرتك عارف سعر العلف مرتبط بسعر اللحمة. لو قلنا ان سعر العلف النهاردة ب7000 جنيه يبقى سعر اللحمة هيزيد. فخدنا قرار ان احنا مش عايزين نرتبط بسعر الصرف خالص. عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية والدولة جمهورية مصر العربية. طلعنا المواد الغذائية اللي هم محتاجينها. عملنا ميتنج مع رجال الاعمال والمصانع المصرية. صدرنا البضاعة اللي هم عايزينها. خدنا الفلوس اللي هي بتاعت البضاعة، بدأنا نشتري بيها الأبقار. ما بقى لينا أي علاقة بسعر الدولار نهائيا نهائيا، بره الموضوع، خرجنا بره الموضوع ده. احنا نازلين بسعر 145، احنا لا بننافس تجار ولا احنا جايين نخسر التجار. كم الكيلو كم؟ 145 جنيه سعر بلدي، لحمة متربية اللي مربينها ولاكوا المصريين، والطعم المصري، طعم اللحمة بتاعتنا، بطعم المذاق المصري. بطعم المذاق المصري. 145 جنيه كيلو، 145 جنيه اللحمة دي. لو راحت عند تاجر يقول لك اللحمة دي ب200 جنيه وهتاكلها وهتعرف ان هي بلدي، ولا يقول لك ان هي من تشاد. احنا بنبيعها اللحمة دي ب145 جنيه. حزب حماية وطن اشتغل على الموضوع ده من فترة يا استاذ احمد. كويس، ممتاز. اشتغلنا كلجنة الانتاج الحيواني بحزب حماية وطن على الموضوع. بدأنا بفضل رب العالمين ننتج، المزرعة بتنتج، عملنا دراسة جدوى خلال 5 سنين. انتاج المزرعة 30,000 راس اول سنة. 5 سنين هننتج 150,000 راس. احنا مش هنغطي السوق المصري بالنسبة للحوم، بس تساعده. هنساهم في تخفيض اسعار اللحوم. احنا بنقول للتاجر يا سيدي مش لازم تكسب المكاسب الرهيبه بتاعتك، اكسب بس يعني خليك راعي ان في مستهلك مصري في محدود دخل داخل عليه شهر رمضان الكريم، وربنا ان شاء الله يجعله خير على الناس وعلى امه الاسلام ان شاء الله. طيب باشمهندس محمد، فيما يتعلق ب لقيته تعاون كامل من الاشقاء في تشاد، اولا الأمر الثاني، المواطن هنا يطمئن تماما على هذه اللحوم، الطعم المصري، اللحمة المصرية البلدي بالضبط، مش كده؟ بلدي يا فندم، مرعى مصرية، واللي مربيهم ولادهم المصريين، الدكاترة المصريين، دكاترة الطب البيطري ومهندسين زراعين قاعدين بقالهم سنة ونص بيزرعوا وبيربوا الأبقار ديت. كويس، بتذبحوا هناك ثم بعد ذلك يتم النقل عن طريق الشحن. الشركة الوطنية المصرية، شركة مصر للطيران، شركة ساهمت، بشكر المعنيين عليها. شهرت في تخفيض السعر. اي نعم، هم كانوا لازم ان احنا ندفع بالدولار، مع ان انا من خلال البرنامج حضرتك يعني لو تكرموا احنا ما استخدمنا سعر الدولار خالص خلال الفترة القادمة. هم يعني بياخدوا مننا سعر الدولار، يعني لو يتكرموا ان احنا ندفع بالمصري اكون شاكر ليهم، عشان نقلل عن 145 جنيه. يعني لو مصر الطيران ما خدتش بالدولار هتقل عن 145 جنيه كيلو، هتبقى 140 جنيه يا فندم. 140 جنيه هتبقى 140 جنيه. الخمسة جنيه دي اللي احنا رفعناها عشان مصر الطيران خلت الشركة خدت الدولار بسعر السوق السوداء، وده اللي احنا ما كناش حابينه خالص ابدا. خدت حسبتكم على سعر السوق السوداء؟
بالدولار لا يعني خلت يعني ضبط الدولار والبنك ما بيصرفش ما بي والبنك ما بيدبرش الدولار لحد يعني. بتعملوا خدمة للناس يعني. وده اللي انا بقوله من خلال برنامج حضرتك ويعني مصر للطيران، واكيد الكابتن ياسر سمعني يعني لو يقدر يعني ده طلب الوحيد ان هو ياخد المبلغ بالدولار بتاع الشحن يعني اكون شاكره. طيب احنا النهاردة بدأنا اول طيارة شحن وصلت عليها قد ايه؟ عليها 55 طن. ايوه خلينا اقول لك اللي هيتم الفتره الجايه. ايوه قول لي يا فندم. الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله مطار اسوان هينزل له طياره كل اسبوع. ايوه مطار القاهره هينزل له طيارتين كل اسبوع. مطار برج العرب هينزل له طياره كل اسبوع. برافو. مطار السوهاج واسيوط هينزل له طياره. برافو. وان شاء الله باذن الله في الزياده باذن الله. معلش هنا بتكلمنا على المحافظات عشان اللحوم دي تبقى موجودة في المحافظات المختلفة. صحيح. صح؟ صحيح. يعني مش عايزين نغطي القاهرة، مش عايز حد من اخواتنا في المحافظات الاخرى يقول لك ما سمعنا القاهرة، لا احنا موجودين على مستوى جمهورية مصر العربية. فالطيارات هتطلع مباشرة الى مطارات متكلم على الصعيد وبنتكلم على مختلف المطارات. من مطار بنجمينة الى مطار اسوان ومطار السوهاج ومطار برج العرب اسكندرية ومطار القاهرة. انتوا جدولتوا الرحلات دي خلاص جدولتوها؟ احنا عملنا ديل يا فندم مع مصر للطيران مع كابتن جاسر كان حاضر الديل وكان موجود عندك في الاستقبال الطيارة الاولى. عظيم. اللحمة دي تتلاقى فين؟ اللحمة دي هتلاقيها في منافذ عربيات متنقلة تابعة لحزب حماة وطن. ايوه وان شاء الله باذن الله اذا مصر للطيران ساعدتنا هننزل على بعض المنافذ تبع الدوله. مصر للطيران هتساعدكم ان شاء الله. يا ريت يا استاذ احمد يسمعوا كلامك. محمد عباس حلمي والمهندس يحيى زكريا ان شاء الله يساعدوكم لان انتم بتعملوا خدمه للناس، فالخدمه للناس كله يدخل يشتغل وكله يساعد من اجل المواطنين. يا ريت والله يا فندم. احنا ده هدفنا، مش هدفنا ان احنا نربح. في هامش ربح بسيط بس مش هدفنا ان احنا هدفنا الوحيد ان احنا نوفر اللحوم دي لكل مستهلك مصري ويكون الشهر رمضان عليه شهر خير وبركه باذن الله. طيب باشمهندس محمد الرئيس توجهات سياده الرئيس على على أيوة. على هذا النطاق يا فندم يعني احنا كحزب حماه وطن من توجهات سياده الرئيس شغالين على الحته ديت. عظيم. طيب في رمضان خطتكم ايه في رمضان تنزلوا قد ايه؟ خطتنا يا فندم ان شاء الله زي ما انا قلت لحضرتك كده الجدول اللي انا الدراسه اللي انا قلتها لحضرتك ده هيبقى 3 طيارات في الاسبوع على المطارات اللي انا قلتها لحضرتك باذن الله. 3 طيارات كل طياره فيها 55 طن ولا اكتر ولا اقل؟ 55 طن يا فندم. هي حمولتها 55 طن يا استاذ احمد. انا لو عليا عايز اشيلها 150 طن بس هم بيقولوا لي 55 طن يعني رجالتنا هناك ممكن يشيلوها 150 طن. هو مصر للطيران ما عندهاش طيران اكبر شحن اكتر من كده؟ اكيد عندهم. لا هي حمولتها 55 طن. اكتر حاجه عندهم 55. اكتر ان شاء الله واخد 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 وعود من بعض الجهات السياديه ان هم هيوفروا لنا بعض الطيارات الوطنيه اللي هي بتناسب اللي خلاص هيوفروا لك. طالما قلت كده يبقى هيوفر لك الطيارات المناسبه باذن الله. يعني خلاص يبقى كده ايه نضمن كمان في طيارات اضافيه هتجي لكم باذن الله. على فكره انا باكل من اللحمه ديت بس انا اللحمه دي بالنسبه لي انا باكل منها يعني. ممتاز. اللحمه ما شاء الله طيبه جدا 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 فوق ما تتخيل يا استاذ احمد. هايل. بدات تنزل دلوقتي السوق ولا لسه الشحنه اللي جت اول شحنه بدات تنزل ولا لا؟ طبعا انت عارف ان في حاجات تبع منظمه الغذاء عشان ما يبقاش يقول لك حزب حماه وطن. حزب حماه وطن ماشي زيه زي اي حد في البلد يعني. شيء روتين هي سلامه الغذاء هتتم الافراج بكره على الشحنه ان شاء الله باذن الله هيكون الموجودين بكره في كل المحافظات ان شاء الله. هيئه سلامه الغذاء حضرتك تقصد؟ هيئه سلامه الغذاء يا فندم. تطمن الاول وتعمل اجراءات وفحوصات. تعمل اجراءات القانونيه بعد كده. عظيم. ما ده امر كويس انه هيئه سلامه الغذاء بتشوف كل حاجه يعني هنا فده امر كويس. ما عندهاش لا حزب حماه وطن ولا حزب اي ثاني. سلامه الغذاء وسلامه الناس. يا فندم. صحيح فندم. طيب صحيح. فالحاجه دي هتنزل بكره خلاص. باذن الله ان شاء الله ممكن تبعت المراسل اللي عندك يصور الحاجات المستهلك بكره. هننسق مع حضرتك ونبعت يا فندم على طول. حياتي ليك يا فندم. ده انا اللي بحييك والله ناس محترمه. هو ده الشغل يا جماعه والله هو ده الشغل هو ده الشغل يعني هي دي. انت بشكرك مهندس محمد الجمال كل التحيه لحضرتك وكل التحيه ليه.
حزب حماة وطن وعلى زي ما بقول لكم هو ده الدور. ومش القاهرة، محافظات مصر هتيجي بقى على أسوان، على سوهاج، على أسيوط، على هنا، على برج يعني مطارات المختلف، مش القاهرة بس، عشان يبقى في كل المحافظات موجودة حزب حماة الوطن. تجربة مهمة جدا. وقال لك مصر للطيران ساعدتنا، هننزل كمان السعر، يبقى 140 جنيه بس، وما ياخدوش مننا بالدولار، ياخدوا مننا بالجنيه المصري. خففوا شوية عن شركة طالما بتعمل حاجة وطنية ومطلوبة، لأنه أسعار اللحوم حضراتكم عارفينه غالية. طب ما أجيب لحمة بلدي، أنت اللي مربيها وأنت اللي بتأكلها ونفس المرعى بتاعك وكل الإجراءات بتاعتك وكشف، وعندك أطبائك موجودين هناك والإجراءات بتاعتك والسلامة وكل حاجة تمام، يبقى مواطن. أجيب المواطن أهو، بلاقي حد أهو ده بتحارب الغلاء، أهو ده اللي بيحارب الغلاء. خلينا النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الافتتاحات، وسيادة الرئيس كان النهاردة يتحدث طبعا عن 3.5 مليون فدان. اتكلم على رقم يا جماعة، مش 100,000 فدان ولا 200 ولا 3.5 مليون فدان تضاف. سيادة الرئيس قال يا آخر السنة دي يا السنة الجاية، مش بنتكلم بعد 10 سنين. بالمناسبة سيادة الرئيس لما وعد حضراتكم تذكروا، وعد. طب حصل تنفيذ ولا لا؟ طب اللي بتشوفوه النهاردة تنفيذ ولا لا؟ طب بتشوفوا توشكا النهاردة تنفيذ والدلتا الجديدة تنفيذ ولا لا؟ ما هي الأرض دي ما كانتش موجودة بهذه المساحات. يعني توشكا كان فيها قبل كده 140 ولا 150 ألف فدان، طب النهاردة بتكلم على 1.2 مليون أو 3 من 10. يبقى أنت شوف عملت إيه في توشكا، زودت أكتر من 1 مليون فدان. طب الدلتا الجديدة ما كانش فيها ولا قراط أرض ولا متر، ولا متر، كانت صحراء. طريق الضبعة اتعمل صحراء، صحراء، ما كانش طريق الضبعة تمشي عليه لما اتعمل، ما كانش فيه مستقبل مصر، اتعمل مستقبل مصر على طريق الضبعة. فأنت لما بتشوف هو ده، فأنت تحول ده، ده التغير اللي حاصل في البلد، عشان أولا بتواجه أزمة سكانية، بتواجه بره، ما حدش النهاردة يعني كل النهاردة بيشتكي من الأسعار. طب ما أنت لازم توفر ده، ولازم وكمان عندك أيدي عاملة، فرص عمل بسم الله ما شاء الله قد إيه، وكمان عندك صناعة تشتغل، وكمان عندك تنمية حقيقية بتحصل في كل هذه الأماكن. الأماكن دي مش زراعة بس، لا، عامل مناطق تنموية، تعمل مدارس، وممكن تعمل جامعات، وممكن تعمل وتعمل مصانع، وعندك صوامع بتاعة القمح موجودة سواء هنا أو في توشكا أو في غيره، عشان بدل ما تنقل، لا، يبقى عندك الصوامع تنقل وحصاد، وتبدأ تخزن، وتبدأ بعد كده تنقل إلى المطاحن وهذه السلع التموينية، وتبقى توفر جزء كبير جدا من شغلك ومن احتياجاتك. ماذا قال السيد الرئيس اليوم؟ نتابع. أنا هنتوقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحة دي. انتوا لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجوده هنا على الخريطه، على اسف على اللوحه اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيدا، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في 8.5 9 صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب أنا عايز أقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي إحنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط، وطلباته من المية أو طلباته من الأسمدة دكتور مصطفى هتبقى ضخمة جدا. أنا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص، لكن أنا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم. وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجة عملاقة، مش كده؟ حوالي 14 يعني. أنا بتكلم بس للناس تسمع ده،
لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي. لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه يا دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت، لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الاسمده الفوسفاتيه، وده كان اول مره، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه انتوا ليه بتصدروا السماد الفوسفات ماده خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الاولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الاسمده الازوتيه. بس خلي بالكم كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها هل لدينا غاز ممكن نعمل اسمده ازوتيه؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه، مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص، لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما. وبالمناسبة الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعة، يعني قيمة مضافة اخرى. على كل حال يبقى احنا الاول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم 6 مصانع دول. يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعة في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمة في اسرع وقت ممكن. لان كتير من الناس يقولوا ايه انتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ احنا عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفة كبيرة. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير تمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعة. عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطة ديت ننتبه لحاجة مهمة قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجودة ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقة الكهربائية اللازمة؟ مش ممكن. لو ما عنديش كهرباء طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟ الرئيس اتكلم في عدة نقاط عشان الوقت بس كمان، لكن المادة الخام هقول لكم معلومة لحضراتكم بس عشان تعرفوا بس البلد عملت ايه عشان ايه. كنا المادة الخام بنصدرها بحوالي 30 ما يعادل 30 دولار، قول 30 دولار. جميل. كام؟ 30 دولار. طيب لما استورد ب 300 دولار. فانت هنا تعمل ده، سيادة الرئيس بيتكلم على التصنيع بياخد وقت قد ايه؟ فانت هنا بتشوف بتوفر قد ايه وفي نفس الوقت تعمل عشان عندك غاز. لانه هذه الصناعة الاساس فيها الغاز. فيها تركيبات وحاجات هتسمعوها بعد شوية، الهواء مش عارف بناخد منه ايه ونعمل نيتروجين ايه وهيدروجين ايه وحاجات يعني تركيبات كتيرة. ودي مسألة محتاجة الخبراء هم اللي يشرحوها يعني. لكن بقول لحضرتك الغاز عندك، لو ما كانش عندك كنت تقدر تعمل ده؟ تستورد عشان تعمل ده لو انت عايز تعمل بقى، يبقى شوف كانت التكاليف هتبقى قد ايه. ولكن كرم ربك انه عندك غاز، لان هو ده الاساس في هذا العمل رقم واحد. فتعمل تاني وتعمل تاني وتاني مصانع زي كده. المصانع دي هنا وانا بزرع
هذه المساحات الكبيرة من الأرض والزراعات. ما هو الزراعة يعني إيه؟ رقم واحد أمن غذائي، خلاص عرفنا. طب رقم اتنين، ما أنا بصدر، ما الزراعة جايبالي السنة اللي فاتت تقريبا قرابة 4 مليار دولار تقريبا، صادراتنا حصلات زراعية تقريبا 4 مليار دولار. طب ممكن الأربعة دول يبقوا 7، يبقوا 10، ممكن 10، ممكن جدا جدا. بإيه؟ ما أنت أهو جوه عندي وبره بصدر استفيد، بجيب دولار، وفي طلب علينا، والنهارده في طلب، دول كتير ما كناش بندخلها بدات تدخلها النهارده. فده كله ان البلد بتشتغل في كل مجال، ما في حاجه انت عايز تقلل. والرئيس شرح ده النهارده، اقلل استيراد حاجات كتير عشان فاتوره الدولارات ديت تقل وتخف، ويمكن مش عايز اقول قد ايه. جوه جوانا نكتفي، مفيش دولة بتكتفي بكل حاجة بما فيها الصين وامريكا كله، بس على الاقل يبقى عندك الحاجات الاساسية. لو بنسبة 70% بدل ما كان عندي 10 و15 و20 و30، اوصل ل70 قمح مثلا، ذرة مع عندي زيت اللي انا بجيب 97% بستورده، ابدأ شوية، فتقدر تعمل ده وتقدر توفر ده. فالدولة النهاردة بتشتغل، ومحدش يبقى قلقان، محدش يبقى قلقان. كلامي مش كلامي والله، كلام الرئيس مش كلامي، محدش يبقى قلقان. وامبارح كلام رئيس الوزراء، محدش يبقى قلقان. اكل ان شاء الله الحاجة موجودة. مصر الحمد لله ما عندهاش أزمة، الحمد لله، وده كرم كبير قوي. خلوا بالكم، كرم كبير قوي انه ما عندناش ازمات، ما عندناش حاجات مش موجوده، مفيش حاجه حضرتك تنزل ما تلاقيها، كل حاجه حضرتك عايزها موجوده. هتلاقيها غاليه زياده بتزيد لسه بكلمك امبارح ولا اول امبارح على الاسعار والتضخم وزادت كام وقد ايه، اتكلمنا في ده وبنتكلم في ده على طول. لكن الاصل موجوده، الاتاحه فيه ولا مفيش؟ موجود. معرض اهل رمضان اللي افتتح رئيس الوزراء امبارح اللي في مدينه نصر، روح شيلوا من اللي انتوا عايزينه من هناك، في كل حاجه، 400 شركه عارضه كل شيء من الابره مش عارف ليه زي ما بيقولوا، مفيش حاجه مش موجوده اللي قدام حضراتكم ده، روح اشتروا، واسعاره هايله، وفي حاجات تصل خصم ل 50% 50% في بعض الحاجات خصم او يعني عن بره. طب انا او انا اولى بده، الماء اي تخفيض النهارده استفيد بيه، استفيد بيه. الرئيس كان يتحدث ايضا عن المشروعات دي، ممكن تدخل امتى؟ 3.5 مليون فدان، 3.5 مليون فدان، بسم الله ما شاء الله يا كرم الله. احنا طول عمرنا عندنا كام؟ 8 9 مليون تقريبا، 9.5 مليون تقريبا اللي عايشين من ساعة ما اتولدنا، واللي قبلنا واللي بعدنا، مش كده؟ طب دول جداد، اصل المساحة دي جديدة، دي مساحة ما كانتش، هذه مساحة جديدة تضاف لأرض مصر، 3.5 مليون فدان، تكاليف هائلة أو هائلة، زي ما الرئيس النهاردة اتكلم وقال لك ده المية بس عشان توديها الدلتا الجديدة، المية، محطات اللي بتعملها، الرفع وتعمل كام، والتكاليف قد ايه، وفلوس قد ايه. والرئيس قال اعملوا تغطية إعلامية لهذا عشان الناس تشوف على بيتعمل ايه، بيتعمل حاجة يعني من بتعمل محطات تدوير او محطات معالجة، محطات معالجة الصرف الزراعي اللي كان في الماكس، فانت النهارده بتعمل الكلام ده وتعيد تدويره وعشان يبقى موجود عندك هنا، تعمل ترعه ولا تعمل نهر يعني نهر صغير، المهم بتعمل اجراءات غير مسبوقه. بس ده دوله صرفه كتير قوي على الكلام ده عشان اوصل، عشان ازرع 2.2 مليون فدان هنا في الدلتا الجديده، مستقبل مصر والدلتا الجديده. نتابع السيد الرئيس. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا
الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأنا الكلمة اللي هقولها للحكومة وهقولها للقوات المسلحة وهقولها لوزارة الداخلية وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع ديت اللي يمكن يعني البعيد قوي توشكا، والقوات المسلحة توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. أنا عايز أقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا، شوفوا اللي بيتعمل بإيدين إخواتكم على مساحة مصر بالكامل. إحنا بنتكلم في حجم هائل من الأراضي، لما هتروحوا تشوفوه أنتوا هتطمنوا أولاً، وكمان مش هنسمع يا دكتور مصطفى إن حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعة أسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور بتاعتكم ولا بتاعت لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض الحكومه مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، الثلاثة ونص مليون فدان دول انا عايز اقول يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج ل 3.5 مليون فدان؟ لا صحيح، لا احنا بنتكلم بما يرضي الله والله، وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل، ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس تشوف بقى، عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع دي. طيب احنا اتكلمنا على ان محطات معالجه ميه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واتنين وبكرره تاني، انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سينا احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي، كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سينا ده او وسط سينا كانت بتلقى في بحيره المنزله، لا ومحطه المحسمه كانت بتلقى الميه في بحيره التمساح، اتعملت صحرات وصلت الميه شرق القناه في سينا، اتعملت محطة بحر البقر والمحسمة بطاقة تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان المية دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط مية تانية إلى الأراضي التي يمكن زراعتها. اللي أنا عايز أقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، أوعى تفتكروا إن ده تكلفة اقتصادية. تكلفة إيه؟ اقتصادية. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخشوا يعملوا ده، احنا نرحب. نرحب بايه بقى؟ احنا عملنا مش كده؟ تعالوا بقى. انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى، وده عبء ما اقدرش اطالبك بيه، وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه، ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش. احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده، لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري حديثه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا انت قلت كلمه مهمه قوي لما قلت على موضوع الاستخدام الاقتصادي للسماد، ومش بس الاقتصاد، البيئي صح. انا النهارده لما هستخدم السماد بالكميات وبالاصناف المناسبه للطلب بتاع الزرع ده هيوفر اقتصاديا وهيوفر بيئيا مش كده؟ صح. طيب ده مشروع وسط سيناء،
اللي احنا بنتكلم. في خبر كارثي مش عندنا بره. كارثي ايه هو؟ وكالة دولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي المدير العام نشر بيان من شوية، قال ايه؟ قال لك انه في 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفوا من ليبيا. قال لك كانوا الكميات دي موجودة في انه في عمليات تفتيش، الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش امبارح في 10 اسطوانات بتحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم، وليبيا كانت قالت انها دي كانت مخزنة، ومعرفش في موقع ايه وسري وحاجات كده، والموقع ده اكتشفوا انه اليورانيوم اختفى. ده لسه الوكالة الطاقة الذرية دلوقتي. على فكرة خبر ده خبر هيقلب الدنيا، تاني بقول هيقلب الدنيا. تتكلم على يورانيوم، تتكلم يورانيوم يعني تخصيب، يعني نووي، يعني 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 علامات استفهام. من له مصلحة أو من له مصالح أو مين اللي سرق أو مين اللي خبى؟ ما هو كل ده ده الوكالة الدولية اللي بتعلم بشكل رسمي مش حد تاني. الكمية دي بالمناسبة دي كمية كبيرة، 2.5 طن، انت بتتكلم على ايه؟ 2.5 طن يورانيوم اختفت من مخزن في ليبيا. ده الوكالة اللي عملت البيان دلوقتي. وبقول لكم الحكاية دي حكاية مش بسيطة، ومحدش يستسهل الخبر ده او يستخف بخبر هيعمل بقول لكم ضجة كبيرة. تخيل ده بقى وقع في ايد اي حد، اتكلم على شحنة 2.5 طن، ولو ملهوش اهمية الوكالة ما كانتش اتكلمت، ما كانوش قالوا، لكن هم اتكلموا قالوا اختفاء. راحوا فين؟ محدش يعرف، مفيش تفاصيل. هو البيان يا دوب 6 سطور كده مقتضب طلعته الوكالة على رسالة المدير العام ليها، حصل كذا والمفتشين راحوا، واصلا ما حدش كان يعرف انه في ليبيا، ليبيا من امن القذافي، وكان عندهم شحنه راحوا مسلمينها، كشفوا عنها فجاه كده وسلموها وخلاص، ما حدش كان عارف اي حاجه بعد كده. ايه اللي حصل؟ محدش عارف. هيروح لفين؟ محدش يعرف. الحكايه ايه؟ محدش عارف. بس هقول لك اللي اقدر اقوله لك، جميع اجهزه المخابرات في العالم هتشتغل على الحكايه دي، كله هيشتغل على الموضوع. راحوا فين الـ2.5 طن يورانيوم دول؟ راحوا فين؟ العالم كله هيشتغل على الموضوع ده عشان يعرف اين ذهبوا، مين خد، مين سرق، مين خد الشحنات ديت. قبل ما اختم نروح للسيد الرئيس كمان، والرئيس يتحدث عن الدلتا الجديده وميه الدلتا الجديده منين. لـ2.5 مليون او 2.2 مليون فدان، ميتهم جبناها منين عشان نزرع هذه المساحة الكبيرة جدا؟ نتكلم على مساحة بسم الله ما شاء الله 2.2 مليون فدان في حتة واحدة كده على طريق الضبعة، والقطار السريع معدي من هناك، وجنبها مطار سفنكس، والناحية التانية عندك اسكندرية، وعندك مطارات، وعندك مواني، وعندك شبكة طرق. ما هو ده الشغل، هو ده الشغل. فعملت ده هنا وتوصل له كمان مية. ميه عشان ايه؟ 2.2 مليون فدان، مش 100 فدان ولا 2000 فدان، لا 2.2 مليون. حضرتك الرقم بنعيده كتير قوي عشان دي حكايه تسجل في تاريخ البلد، والبلد بتعمل ايه في رغم ازمات العالم. رغم ازمات العالم انت ما توقفتش، انت شغال عشان المواطن. العمل لا، المواطن وفر احتياجات الناس، وكمان استفيد انه في مشكلة عالمية انا كمان يبقى عندي حل، جزء من الحلول الموجودة في مصر ازرع عشاننا، وايضا
عندي جزء تصدير استفيد منه بالعملة الصعبة. نتابع السيد الرئيس. نيجي لمشروع الدلتا الجديدة، نفس الكلام، بنجمع مية صرف زراعي ويتم معالجتها معالجة ثلاثية. وعشان أجمع الكلام دوت وأنا بقول الموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته إعلاميا كويس. ليه بقى؟ أنا عايز أقول لكم على المشروع بتاع الدلتا الجديدة ده، أنتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، احنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى، وحد يصلح لي لو أنا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالطرمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي ولم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس، مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجه ثلاثيه متطوره تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطه من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل ميه 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقه كبيره جدا، بتعمل جنب منها بنيه اساسيه ضخمه جدا للطاقه اللي هتشغلها كهرباء. يعني لما تيجي تتكلم مع وزاره الكهرباء في البرنامج بتاع تغطيه المحطات ديت قد ايه بيتكلف، هتلاقي رقم كبير قوي. برضو بقول تاني، احنا بنتكلم هنا مش في 10 مليار و20 و50 و70 ولا ب100 ولا ب150. وعشان كده بقول ان احنا محتاجين اعلاميا تغطيه اعلاميه حقيقيه لعمل، وانا مش بقوله يعني فضلا ولا منه من الدوله على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس انها تشوفه وتتعايش معه، تشوفه. ليه؟ لان اللي بيتعمل يعني فضل كبير من ربنا قبل كل شيء، لكن والله والله ارقام ماليه هائله، ثم جهد عمل بيتبذل يفرح الناس ويطمنها على ان احنا متحركين عشان اوصل للاتنين واتنين من عشرة او حتى 2 مليون فدان يعني. فده انا بتكلم هنا في حاجه تانية خالص غير الكلام مع معالي وزير الزراعه على الرقم نفسه. انا بتكلم احنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف ان في جهد كبير جدا وتكلفه كبيره جدا الدوله بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوه الغذاء. فجوه الايه؟ الغذاء. لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. اذا هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي نص مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعاده معالجه مياه صرف زراعي، معالجه ثلاثيه بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطه دي نغطيها في التغطية. يعني أنا لقيت إن في ناس متطوعة، مش إحنا، متطوعة عاملة منزلة على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني معرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب اللي إحنا بنعمل إيه؟ أنا بتكلم لينا وللإعلام كله. ده كلام السيد الرئيس ورسالة السيد الرئيس لينا طبعا كلنا، لمصر وللإعلام ولكل، عشان الشغل الخاص بهذه المشروعات والمشروعات اللي هي للشعب. لازم الناس تشوف، زي ما السيد الرئيس كمان كلف انه يتم تنظيم رحلات لطلبة الجامعات والمدارس في الشباب على مستوى المحافظات المختلفة عشان يتفقدوا او يزوروا هذه المشروعات القومية العملاقة. قبل ما اختم، عشان هيكون عندنا يوم الدبلوماسية المصرية، وكمان في رسالة من السيد سامح شكر وزير الخارجية، بحيي السفيرة فايزة أبو النجا، واحدة أيضا
من سيدات الدبلوماسية المصرية اللي ليهم يعني قيمة كبيرة جدا. السفيرة فايزة أبو النجا هي الآن مستشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمن القومي، وأول مرة يكون عندنا يعني سيدة فاضلة تتولى هذا المنصب الرفيع. كانت السفيرة فايزة أيضا يعني خارجية مصرية، تولت مناصب كتير في وزارة الخارجية المصرية، ومنها كانت مندوب مصر الأمم المتحدة في جنيف، وكانت أيضا أحد المؤثرين أو المساعدين للدكتور بطرس غالي عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة. كانت أيضا السيدة فايزة أبو النجا، وهي السفيرة فايزة أبو النجا أو الوزيرة فايزة أبو النجا، اللي أنا النهاردة كمان ما ينفعش أبدا أعدي يوم واحنا بنتكلم على الدبلوماسية. طبعا في كتير أسماء على مدار يعني نقدر نتكلم عنهم، ولكن كمان سيادة السفيرة فايزة أبو النجا بنقول لها كل سنة وسيادتها بألف خير، وأسرتها الكريمة دايما بألف خير، وسيدة فاضلة لها كثيرا من المواقف العظيمة. وتذكروا معي، تذكروا معي لأني شاهد على هذا الأمر في جملتين قبل ما أختم. قضية التمويل الأجنبي، قضية منظمات اللي كانت بتاخد تمويل من بره، من بره، واتحاكموا بالمناسبة، اتحاكموا. حصل ايه بعد كده؟ ده موضوع كتير واتكلمنا فيه قبل كده، لكن كشفت القضية وأدلت بشهادة أمام جهة التحقيق واتكلمت في تفاصيل كثيرة جدا. ده يا جماعة ما تنسوش الناس اللي تعمل كده، اللي تقف في وقت يدافع عن البلد لما البلد كان بتنهار. ما الوقت ده كان اللي هو بعد 2011 ومحدش كان يقدر يتكلم عن المنظمات دي أبدا. كنت دايما أتكلم مع السيادة السفيرة أو الوزيرة فايزة أبو النجا عن التفاصيل، وكان الاثنين بيحققوا في هذه القضية أصدقائي، المستشار سامح أبو زيد والمستشار أشرف العشماوي، هم اللي كانوا يحققا في هذه القضية أصدقائي الاثنين، يعني الاثنين كانوا رؤساء نيابة أمن الدولة العليا. تاريخ كلم إيه ولا إيه ولا إيه، ولكن بس الناس تبقى عارفة حاجة شوية. ناس بتعمل بتشتغل للبلد، والناس ما بتطعش تقول، بس اللي احنا عارفين وحضرنا وفي مواقف كبيره جدا للناس، ولما بيبقى في مناسبه لازم نقول، لانه حق هؤلاء علينا وحق شعبنا نقول له. في الاوقات الصعبه في ناس كانوا واقفين مع البلد وما خافوش ابدا، وقفوا وساندوا ودفعوا واتكلموا وكشفوا وفضحوا الناس اللي كانوا بياخدوا تمويل في الوقت ده. الدبلوماسيه المصريه، سيد سامح شكر وزير الخارجيه، وكل رجال الدبلوماسيه المصريه حول العالم كل سنه وحضراتكم دايما بألف خير. نتابع جانب من تقرير عن جزء بسيط قوي، هم يستحقوا الكثير، ولكن الخارجيه عامله فيلم موثقه فيه بعض التطورات وبعض الحاجات وبعض الاحداث. بنعرض جانب من هذا الفيلم ثم فاصل، وضيفي الكريم حوارنا مع اللواء دكتور ايهاب عبد السميع رئيس شركه النصر للكيماويات، سيادة الرئيس النهارده الافتتاح الكبير جدا. اعرفوا تفاصيل كتيره واهميه اللي حصل النهارده ايه. نشوف. بعثات مصر الدبلوماسيه، قرن من الزمان في خدمه الوطن. وزاره الخارجيه هي احدى المؤسسات العريقه للدوله المصريه، تفخر بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح مصر وشعبها، وتساهم بفاعلية في رسم سياسة مصر الخارجية من خلال بعثاتها حول العالم وفقاً لتوجهات ورؤية القيادة السياسية للبلاد. وتحتفل وزارة الخارجية في 15 من مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى إصدار إعلان استقلال مصر عام 1922 في أعقاب انتهاء الحماية البريطانية على مصر، استعادت مصر بعدها
حقها الأصيل في تمثيل نفسها بنفسها في الخارج، حيث تم إعادة العمل بوزارة الخارجية. بهني سادة الزملاء أعضاء السلك الدبلوماسي على الاحتفال باليوم عزيز علينا جميعا، وأتوجه لهم بالشكر على كل ما يبذلونه من جهد في الدفاع عن مصالح مصر، وخاصة أوجه الشكر إلى أسر أعضاء السلك الدبلوماسي لتحملهم لمشقة عدم الاستقرار والغربة. تقاليد الوزارة هي تعاقب الأجيال، وبالتأكيد أنه الأجيال التي سبقت لها مكانة خاصة لدى أعضاء الوزارة الحاليين، ونتطلع بأن تكون الأجيال المتعاقبة تقوم بالمسؤولية بنفس قدر الإجادة والإخلاص اللي شهدناه عبر مسيرة وزارة الخارجية خلال 100 عام الماضية. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. ومع احتفالنا بيوم الدبلوماسية المصرية، نسلط الضوء اليوم على بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية حول العالم وأعضائها من أبناء مصر المخلصين في مختلف أرجاء المعمورة، رجال ونساء يرابطون خارج حدود الوطن لحماية مصالحه وتمثيله بكل تفان ومسؤولية أينما وجدوا، سواء في دول تتيسر فيها سبل العيش أو أخرى تمر بأوضاع معسرة وغياب المقومات الأساسية للحياة الكريمة، أو حتى في مناطق تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار وغياب الأمن والأمان. في جميع هذه المواقع يتواجد أعضاء وزارة الخارجية المصرية وأسرهم، يعملون بهمة ونشاط لتحقيق هدف واحد هو حماية مصالح الوطن، مستلهمين في أداء مهامهم سيرة شهداء وزارة الخارجية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وقدموا حياتهم فداء للوطن ودفاعا عن مكانته. تعد بعثات مصر في الخارج الذراع الأولى لوزارة الخارجية في تنفيذ سياسة مصر الخارجية، تتحرك بنشاط وتناغم لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ، بما يحفظ مصالح مصر وينمي علاقاتها مع مختلف الدول ويعزز من دورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي. تمتلك مصر 159 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج، كما أن لها بعثات تمثيلية لدى المنظمات الدولية تعمل على حماية مصالح الوطن وترسيخ مكانته على ساحة العمل الدبلوماسي الدولي متعدد الأطراف. وتؤمن مصر بمحورية الكرامة الإنسانية التي بنيت عليها كافة حقوق الإنسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة. ترتبط مصر بعلاقات صداقة مع عدد كبير من دول العالم، انطلاقا من سياساتها الخارجية التي تتأسس على الاحترام المتبادل وعدم الاعتداء والالتزام بقواعد القانون الدولية ونشر قيم التعاون والتنمية والسلام. ويتحرك أعضاء السلك الدبلوماسي المصري في الخارج يوميا للتواصل مع المسؤولين بمختلف الجهات في دول الاعتماد، يعقدون اجتماعات متتالية، يتابعون برامج التعاون المختلفة، يدفعون بمواصلة تفعيلها، ويدشنون مجالات جديدة للتعاون، ويذللون العقبات التي تعتري تنفيذ بعضها. ولا يقتصر تحرك سفاراتنا على الجهات الرسمية، بل إن جزءا رئيسيا من عملها يتمثل في خلق شبكة علاقات قوية مع الأطراف المؤثرة في الدوائر غير الرسمية، فيتواصل أعضاء بعثتنا مع وسائل الإعلام المختلفة. يعرضون الحقائق، يفندون الادعاءات والأكاذيب،
ويلتقون مع ممثلي مراكز البحث والفكر، يطلعونهم على مواقف مصر إزاء مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي، ويستعرضون أوضاع مصر الاقتصادية والتنموية ومسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة. احنا في مصر اخذنا خطوات سريعة ومتلاحقة. كما يتواصلون مع منظمات المجتمع المدني من منطلق إدراك الدولة المصرية للدور الهام الذي تطلع به في التأثير على عملية صنع القرار في الدول المختلفة. وتعمل سفاراتنا أيضاً على تدعيم أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بشعوب العالم في السراء والضراء على حد سواء. فمصر لا تتوانى عن مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة عند تعرضها لمحن وتحديات جسام. وفي ذلك تقوم سفاراتنا بتنسيق عملية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للدول الصديقة. بعثاتنا الدبلوماسية هي خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي خارج الحدود، وصوت مصر حول العالم الذي يعمل بكد للحفاظ على مقدرات الوطن. سيدات والسادة، ينبئ الواقع الراهن بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى نظام توازن القوى منه إلى نظام الأمن الجماعي، وأصبحت البيئة الدولية صراعية وليست تعاونية، الأمر الذي يحتم علينا العمل على تعزيز روح التوافق الدولي لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويض لسلامتها وأمنها. إن مصر هي قلب العروبة النابض وصمام الأمان لشعوبها، والوطن العربي هو الحاضنة الأولى لمصر وعنوان هويتها. لذلك تأتي التحديات والقضايا التي يشهدها عالمنا العربي على رأس أولويات سفراء مصر في الخارج. يدافعون عن قضايا أمتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. From Syria to Libya to Iraq to Lebanon to Yemen to Sudan, examples abound. The failure to reach a comprehensive political package that address the root causes of these crises continues to fuel the region's grievances. أما إفريقيا فارتباط مصر بها ليس ارتباطا جغرافيا فحسب، بل هو تاريخ طويل من الكفاح لتحقيق الاستقلال وتقرير المصير. وكانت القاهرة وجهة أساسية لكل الحركات الإفريقية الساعية للاستقلال والتحرر الوطني من الاستعمار. ويتحرك الدبلوماسيون المصريون ومصالح القارة الإفريقية نصب أعينهم، يعملون على ترسيخ السلام وحل النزاعات في مختلف أرجاء القارة، كما يحرصون على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. They jointly led and coordinated the struggle in Africa for decolonization and independence. ويمتد التحرك المصري في مختلف الدوائر الجغرافية ترسيخاً لعلاقات الصداقة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع أوروبا عبر المتوسط، ومع الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلنطي، ومن خلفهما علاقات ود وصداقة مع باقي دول الأمريكيتين. وعندما ننظر شرقاً نجد العلاقات المصرية الروسية والمصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التنسيق والتفاهم المتبادل، كما تجمع مصر علاقات تعاون متميزة بالدول الأسيوية الصديقة، انطلاقاً من تطلعات وشواغل تنموية واقتصادية مشتركة. أنا المصري. شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده قول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه.
اللي شايفه خيال بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة موجودين في هذا المكان. هذا المكان مصنع السخنة. وبنتكلم على الأسمدة الأزوتية. ده أحدث مصنع موجود في مصر. تاني أحدث مصنع موجود في مصر. سيادة الرئيس افتتح. كان موجود النهاردة الصبح وافتتح هذا المكان. المواطن يسأل. هو انا المصانع ديت او انتاجها وانا العائد عليا ايه؟ اقول لحضرتك حاجه بسيطه قوي قوي، مش اسرع، مش يعني مش هطول. يعني من 3 سنين بالظبط كده 2020 2021 انا شخصيا كنت بطلع على الهوا اقعد اتخانق مع الحكومه ومع وزير الزراعه ومع الناس. ليه كنت بتخانق؟ عشان الأسمدة، كنت بتخانق عشان السماد. وكنت بقول لحضراتكم معقولة يا جماعة احنا النهاردة مش عارفين نوفر سماد للناس عشان نزرع؟ كان عندنا أزمة، صح؟ كان عندنا أزمة. وصل شكارة السماد ل 400 جنيه و500 و600 شكارة الواحدة. فالمزارع كان يبقى عنده أزمة، لأنه ده تكاليف زيادة عليه وتكاليف إنتاج عليه. وانت بتتيح الكلام ده للناس، عندك شركات قطاع عام أو قطاع خاص وغيره. وقتها كنت بتكلم حتى على التصدير، لأنه كان الشركات تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاجها و 45% تصدره. ووقتها رئيس الوزراء عمل اجتماع والرقابة الإدارية وبدأوا يتابعوا الموضوع ده، فكان عندنا أزمة. الدولة قررت بقى، أنت بتشوف الحكاية الأول، المجال مفتوح، وأنا هنا مش بنافس حد، أنا هنا بدخل عشان أحقق التعادل أو التوازن في السعر، بدل ما يبقى السعر طالع والمزارع مش قادر يشتريه وبالتالي الزرع بتاعه بيبوظ، يبقى انا لازم ابقى هنا السعر العادل والتوازن. لان بصراحه في بعض المنتجات وبعض السلع وبعض الحاجات بيتم يعني استغلال، وانا بقول كده البعض بيستغل الظروف. احنا النهارده بنزود مساحات الزراعه بتاعتنا، مش كده؟ طيب عندنا 8 9 مليون فدان وعايزين نزودهم 3 4 مليون 2 3 مليون فدان كمان. طب اسيب المواطن النهارده للاسعار الكبيره بتاعه الاسمده، ولا يبقى عندي منظومه جيده جدا ومتميزه جدا ومتقدمه جدا؟ المكان اللي احنا واقفين فيه ده في السخنه. المكان ده قدام حضراتكم، المكان ده جبل، كان من 3 سنين جبل، صحراء، جبال وصحراء. الناس عارفة، ادخل على السخنة قبل البوابات كده اهو يمينك هتلاقي المكان ده من 3 سنين، وانا هوريكم من 3 سنين المكان ده عشان تشوفوا كان شكله ايه. كان جبل. الناحية التانية طريق الجلالة كان جبل، ما هو اتحفر الجلالة واتعمل هنا المصانع دي. المصانع دي النهاردة اللي بيشتغلوا فيها 98% منهم مدنيين. انا قابلتهم، شبابنا اللي جاي من اسيوط، من المنوفيه، من القاهره، من اسكندريه، من البحيره، محافظات مصر يعني، من الغربيه، محافظات مصر يعني، شغالين هنا. دول كلهم، وبالمناسبه دول اوائل الدفعات، يعني اللي واخد امتياز وجيد جدا، افضل ناس، يعني جايبين ناس اللي هم اوائل دفعاتهم، ومهندسين وفنيين وكيميائيين، دول اللي شغالين هنا مش حد تاني.
تاني بقول لك القوات المسلحه بتعمل ايه؟ اعمل مصنع، 6 مصانع اعملهم عشان اضيف كمان لطاقه انتاجيه كانت عندنا في مصر 200,000 طن ولا 300، النهارده يبقى عندي اكتر من 1,000,000 طن. رايح فين المليون طن؟ اعمل فيه ايه؟ بصدر عشان اجيب دولارات. اجيب دولار من هنا. ما هو خلي بالك، ما المصنع اللي وراك ده متكلف فلوس كتير قوي، فلازم اكسب. طب الحاجه التانيه ايه المهمه؟ التوازن في السعر. شكاره السماد اللي انا باخدها في بلدي في عندي في الغيط، ما انا عندي زرع وعندي ارض بدور على سماد، بروح الجمعيه، ما انا ما عنديش حيازه. هو بيدي مين بقى؟ الجمعيه بتروح لمين الحيازه؟ هو كل واحد في مصر بيزرع عنده حيازه؟ لا، ما انا عندي ارض في البلد، ما احنا عندنا ارض طول عمرنا، احنا ايه؟ ما احنا بنزرع. وبروح الجمعيه، كنت اروح اجيب كيماوي، عندنا في البلد بنقول عليه الكيماوي، انا كنت بروح اجيبه الكيماوي ده من الجمعيه، تاخد 10 شكاير كيماوي ولا 20 شكارة كيماوي. زمان الكلام ده، بكلمك على زمان زمان زمان، يعني لما السبعينات واوائل الثمانينات كده يعني. النهارده الوضع بقى حضرتك، فيبقى المزارع بيدفع ثمن ازمات السماد او الكيماوي اللي ما كانش موجود وغالي. والمزارع كان يقول ايه؟ هي الدوله سايبانا ليه؟ سايبانا ليه للناس يتاجروا فينا؟ طب ما هي النهارده البلد بتعمل لك ده عشان ما حدش يتاجر فيك، عشان اوفر لك سماد وباعلى جوده، واوفر لك الانواع الثلاثه، في 3 انواع للاسمده. انا مش متخصص فمش اقول حاجه انا مش عارفها، بس اقدر اقول لك في 3 انواع لازم الثلاثه دول يبقوا موجودين مع بعض، منهم الازوتيه، الاسمده الازوتيه اللي هي هتطلع من هنا، تنتج من هنا. المصنع ده بيعملوا تجارب بقالهم شهر، واحنا عندنا كمان النهارده الخبره مع مين؟ الجانب الالماني. ما هو اللي انت شايفه حضرتك ده، ده انا مش بعمله في مصر، ما عنديش، يا ريت يا ريت اعمله في مصر، احنا جايبينه من المانيا حضرتك، ده يا رب نعمله ونصنعه في مصر، يا رب يبقى عندنا توطين للده في مصر. تخيل انت لو عملت ده يبقى عندك ايه؟ ده انت رايح لموضوع تاني خالص، رايح لسكه تانيه. العالم النهارده مشكلته ايه في العالم؟ السماد، الاسمده. من ساعه الحرب الروسيه الاوكرانيه 24 فبراير 22 مشكله العالم ايه؟ السماد. الحقونا روسيا، ما هو الغاز، السماد يعني غاز. هو انت كنت تقدر تعمل مصنع ده وانت ما عندكش عقل ظهر؟ لا، حقل ظهر جه بكرم ربنا. فلما جالك حقل ظهر بكرم ربنا، فتقول ان انا اعمل مصنع زي كده، عشان المصنع ده بيستخدم ايه؟ غاز اولا اساسي، في غاز اعمل اسمده، ما عنديش غاز انسى بقى الاسمده، دور بقى تستورد، دور بقى تعمل حاجات تعبانه زي اللي كانت زمان، اعمل حاجات عضويه اللي هي ما تعملش الزراعه الكويسه، او تديك الخيار الحلو او الطماطم الكويسه او الفاكهه الكويسه، ما كانش يديك ده. النهارده ليه يبقى عندك الفاكهه كويسه والخضار كويس؟ عشان عندك ده، عشان عندك سماد كويس فيه نيتروجين. زمان كان يقول لك ايه؟ السماد العضوي، العضوي اللي هو النيتروجين ده 2-3-5% بالكتير، ما يديكش اللي انت عايزه. طب ده كام؟ يديك 45-50% نيتروجين. فعشان يطلع لك الزرع حلو كويس والثمره بتاعته كويسه حلوه، هو احنا ليه رايحين النهارده ل 170 دوله بيستوردوا مننا خضار وفاكهه؟ ليه؟ عشان انت ايه؟ عشان انت عندك سماد، وعندك زراعه، وعندك بذور، فقدرت تعمل انتاج كويس. فلما خلي بالك، لما يبقى هي دي المعادله، اصل معادله مش عندي بذره كويسه، طب البذره كويسه والسماد بتاعها فين؟ ما ده اللي هو الغذاء بتاعها، السماد. ما هو الزرعه دي عايزه غذاء، فاديله سماد كويس.
لو ما عندكش سمات كويس هتبقى بزرق ازاي؟ ولا حاجة. فتعمل ده اللي انت بتعمله النهاردة. فانا حتى لما بتكلم بتكلم المزارع اللي يعرف الكلام اللي انا بقوله. واحنا بلدنا كلها مزارعين، بحر وابل والصعيد وبحر واسكندرية والعريش ومطروح، كلنا زراعة. احنا بلد زراعية. بلد زراعية ازاي وانا ما عنديش سماد؟ ما كانش عندي. اقول لك كان عندنا مشكلة في السماد والله، وكان عندنا في ارتفاعات الاسعار. فالنهاردة تدخل شركات الوطنية وشركة النصر للكيماويات، بالمناسبة هذه الشركة موجودة من السبعينيات من أيام رئيس سادات، مش موجودة النهاردة. مقرها الرئيسي في أبو رواش، كنا فيه مع سيادة الرئيس من حوالي شهرين، والنهاردة موجودين هنا في السخنة، لأن دي المصانع الكبيرة الجديدة، التكنولوجيا الجديدة. ما أنت في تقدم. ما أنت كان عندك مصنع في الفيوم بيطلع لك الفيوم 200-300 ألف طن، كان عندك بس زمان يعني قديم. النهاردة بتعمل تكنولوجيا حديثة واستخدام حديث. ده أنا شفت الشباب هتشوفوه معانا ما شاء الله قاعدين. ده اللي بيراقب، ده اللي بيتابع، ده اللي بيشوف التطوير المنظومة بتتم ازاي. هوا من الهوا ده بتطلع بتعمل سماد، من المية بتدخل في مكونات السماد، الغاز مكونات السماد. هم دول الثلاث عناصر الاساسيين عشان اعمل سماد. ايه هو؟ ازوتي، اسمدة ازوتية. ما كانتش عندنا، كان عندنا فيها ازمة. النهاردة بقى عندك طلب كمصر بعد ما روسيا اتضربت والعالم اتضرب، فبقى العالم الحقونا. طب انت تدخل في السوق ده ولا ما تدخلوش؟ ادخل واجري وسبق الزمن عشان حاجات اساسية. رقم واحد، انا عندي مساحة ارض زراعية اضافية من 2-3 مليون فدان جداد بيتعملوا في توشكا والدلتا الجديدة وسيناء. طب دول محتاجين ايه عشان ازرع؟ هو احنا عمالين نتكلم طول الوقت ونقول عايزين قمح، كفاية السيراد. كفاية السيراد صح. اعمل ايه؟ ازرع. ازرع بايه؟ يكون عندي اسمدة رقم واحد. رقم اتنين، الارض دي اعملها ازاي؟ فكل ارض لها نوع من السماد. يعني الارض الصحراوية تحتاج نوع معين. ارض بتاعتنا السمراء اللي موجودة عندنا في الصعيد وبحري، ارض النيل القديمة محتاجة نوع معين. الارض دي باظت، باظت والله العظيم باظت. بنقول عليها في البلد عندنا الارض طبلت. يعني ايه طبلت الارض؟ مية مية مية، فالزرع بيبوظ. مش بتمسك كده تلاقي الفول مثلا ولا حاجة، مش بتلاقيه باظ. ما هو اسمها الارض مطبلت. فالارض المطبلة دي محتاجة سماد معين عشان الارض تمسك نفسها وتطلع منتج زراعي كويس. هو ده اللي الدولة بتعمله. فالدولة شوف ماشي على كم مسار. تمشي على مسار ازرع، يبقى عندي لازم اسمدة، عندي ارض، سماد، مصانع، وفر كميات 1-2 مليون طن بدل ما كان عندي 200-300 ألف، اوصل 1.5 مليون، 1.8 مليون، 2 مليون، 3 مليون طن كمان واكتر، بالاضافة لايه؟ لشركات القطاع العام والقطاع وبالمناسبة هو مصنع زي ده بيدفعوا ضرائب؟ يعني بيتعاملوا مع الدكتور معيط؟ ايوة. ده داخلين في المنظومة الفاتورة الالكترونية اللي انا داخل فيها على فكرة. يعني وانا بدفع ضرائب النهاردة ازاي؟ فاتورة الكترونية. فهنا كمان داخلين في منظومة الفاتورة الالكترونية اللي هو داخل كام وحساباتك ايه. وهنا بيعمل كده، هنا بيتحاسب زيه زي اي حد. هنا لما يجي لك دولار داخل فين؟ داخل فين؟ في البنك المركزي. فلوس هنا داخلة في البنك المركزي. التاني المحتكر فلوسه بره، اللي هم عايزين يحتكروا الاقتصاد المصري ومش عايزين حد يدخل يقف مع البلد ويقف مع المواطن. في محتكرين. ايوه، اللي بيتكلموا دول الاقتصاد دول المحتكرين، عشان مش عايزين حد يدخل يدعم المواطن
ويديله سعر عادل ويدخل عملة صعبة عشان هو المحتكر إياه وغيره. أنا بقول له هو المحتكر، فدول بيشتغلوا للبلد والاقتصاد مصر وبيدعموا الناس وبيشغلوا آلاف فرص العمل من المدنيين. فحضرتك تخيل بيحاسبوا بالسعر العالمي، يعني كل يوم السعر بيتغير بيزيد، ما هو السعر العالمي بيزيد ما بيقلش. فده المنظومة. هنا الموضوع، هنا الحكاية، ملخص اللي أنا بقولك عليه هو ده، إن أنت لازم عندك تصنيع وصناعة ثقيلة اللي وراك، صناعة ثقيلة لأنها إضافة لاقتصاد بلدي وإضافة لينا. ونتعلم يا جماعة الحكاية، يبقى عندنا إحنا عندنا خبرات. طب الخبرات اللي عندي النهاردة لما أشوف لواء إيهاب عبد السميع، وهيكون معايا رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، هيكون معايا بعد شوية، قال إن أنا بدربت الشباب المصري، اتدربوا هنا وفيهم ناس قعدت أكتر من سنة، المصنع ده مشتغلش لسه وبياخد مرتبه. ولما سألته قال لي ما ده الاستثمار في البشر، جاب الشباب ودربوهم واداله مرتب، والنهارده هم الشباب دول اللي بيشغلوا المصنع ده، مهندسين وفنيين، هم دول شباب مصر. المصنع العملاق اللي ورانا ده اللي بيشغلوه هم ولادنا اللي بيشغلوه. هو انت ده يزعلك ولا تبقى مبسوط زي كده؟ انا مبسوط جدا، وانا ابقى مبسوط كل يوم لما انا اشوف كل حاجة كويسة بتتعمل في بلدي، اي حاجة اضافية وقيمة مضافة لمصر انا ابقى سعيد بيها، وانتوا حضرتك تبقوا سعداء بيها. ممكن تقول لي وده معناه ايه والاسعار غالية؟ ايوه معناه ايه والاسعار غالية؟ ما ده يجيب لك فلوس وده بيقلل عليك فاتورة استيراد كنت بتستورد بدولار، فانا اقلل كل ما انا عملت حاجات زي كده، مش هستورد انا هصدر واكفي حاجتك جوه. يبقى شوف هنا القيمة اضافة مرة واثنين وتلاتة، بدل ما كنت بجيب عايز دولار عشان استورد، طب انا مش عايزه دلوقتي يبقى اوفره. طب الحاجة التانية ده انا بصدر عشان اجيب دولار، يبقى ده حاجتين. طب الحاجة التالتة ايه اللي محتاجه السوق المصري؟ اوفره انا من هنا وغيره من الشركات. يعني مش ده بس، انه ده مش هيكفي السوق المصري، ما احنا احتياجاتنا 6 7 8 مليون يمكن طن في السنة. يبقى عندك كل الشركات، وبالمناسبة بيكسبوا كويس قوي وربنا يزيدهم يا رب ويكسبوا. شركات القطاع العام كسبانين، اوعى تقول لي خسران، اوعى تقول لي القطاع الخاص شركاته خسرانة، محدش خسران، كسبانين واحنا مبسوطين وانت كسبان. تاني بقول مبسوطين طول ما انت بتشتغل للبلد وبتشغل ناس عندك وبتدفع ضرايبك وتدفع حقوق الدولة، فنبقى سعداء وبتشتغل مع اقتصاد البلد، انه كله في الاخر بيدخل على ناتج بتاعنا قد ايه وكام، ما كله ده داخل عندك، ده بيزود قدراتك كمان، بيزود فرص عملك كمان، بيقلل بطالة، بيزود لي دخل، بيزود دخل. المصنع ده متكلف مليار دولار، لو انت عايز تعمله النهاردة المليار دول يبقوا 2، لانه ده بيتعمل بقاله 3 سنين قبل الدولار ما نط وتجاوز ال30، فبقى النهاردة تعمله ب2 مليار دولار. فشوف انت لما بدأت بدري وعملت واشتغلت وفرت قد ايه وعملت ايه واضافة ايه لينا، فلازم نخلي بالنا. فعشان كده بقول لحضراتكم ده أهمية اللي البلد بتعمله، الصناعة، الصناعة. البلد دي هتقوم واحنا بنشتغل كده واحنا بنصنع. ده لسه عندهم خطة كمان وشغل شغال، شغل تحول الصحراء لزراعة ولمصانع. طول ما أنا ماشي من كام يوم كده معدي هنا، فما شاء الله النهاردة الصبح أنا بعدي فتهت، بعتوا لنا لوكيشن فغلط، فلوكيشن توهنا،
بس كان كويس. ليه بقى توهنا؟ كويس ليه؟ عشان دخلت في السخنة كده في الجبال، وطول ما انا ماشي بلاقي مصانع على اليمين وعلى الشمال. كنت متضايق جدا ان انا متأخر، عايز اجي في معادي، ولكن انبسطت ان انا بلاقي في السخنة مصانع بسم الله ما شاء الله في كل حتة، وشبكة الطرق معمولة، والقطار الكهربائي مساره اللي بدأ من هنا. قلت يا سلام، ايه الفكرة دي؟ القطار الكهربائي ده، وشفت مينا السخنة، المينا وقطر ماشي، وحوالين القطر كل المناطق اللي حوالين القطر، سيبك المينا دلوقتي خليها على جنب عشان ما تزعلوش، كلها مصانع، مصانع مصرية، شركات وطنية. هي دي بتاعت مين؟ بتاعتنا احنا. شفت كمية، عدد هائل، اسطول من عربيات النقل. ايه ده؟ ده احنا ما نعرفش حاجة عن بلدنا، احنا قاعدين على التليفون وعلى تويتر وقاعدين نشتم في البلد واحنا ما نعرفش حاجة عنها اصلا. ده واحد بيتكلم على إدارة دولة، وهذا الواحد مرتبه اللي بيقبضه مش عارف يظبط مصاريف البيت، والله العظيم بكلمك بجد. وانا النهارده الخيال انا بقوله ايه؟ هو ايه اللي بيتعمل ده؟ إدارة بلد عملية شاقة وصعبة، لان انت عايز تأكل وتشرب وتصنع وتوفر علاج وحاجات لل 110 مليون و 105 وكمان قول 6 111 مليون واحد على ارض مصر. تاني 111 مليون ياكلوا ويشربوا ويتحركوا ويلبسوا ويتفسحوا وينبسطوا ويشتغلوا. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ واحنا عندنا في البيت الواحد فينا طب تعمل كام وتجيب ايه، والواد راح المدرسه ولا لا، واتخانق ولا ما اتخانقش، والكتب جات له ولا ما جاتلوش، والدروس خدها ولا لا، وكل ايه وشرب ايه. ده احنا بنتكلم على بيت، على بيت، وانا محتار في بيتي ومحتارين في بيوتنا والله، ومنحتار ما بالك بدوله وعايز اعمل مصنع زي ده واشغل ناس وعندي تضخم اكتر من 30% تضخم، واواجهه ازاي؟ والبنك المركزي يشتغل ازاي ويتحرك ازاي عشان اواجه التضخم؟ عشان الاسعار، ودخل على رمضان بعد اسبوع، واللحمه اخبارها ايه؟ والفراخ بقت بكام؟ والسمك البوري غلي والبلطي غلي، يا نهار ابيض، والبلطي ايوه غلي، والله غلي. وانا بتكلم بتكلم، ما هو ده وده كله مع بعض، احنا بنهزر والله بكلمكم بجد. طب هنعمل ايه في رمضان؟ زي رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، بكل خير هنصوم باذن الله، ونفطر ونتسحر ونصلي، والعبادات ان شاء الله. انا مش شيخ عشان اقول لك احمد موسى مش شيخ، بس بقول لك رمضان هيعدي زي كل رمضان بيعدي، بكل خير على البلد، بكل خير على البلد. بس احنا نبقى شايفين بلدنا قدامنا زي ما احنا بنتكلم كده ان شاء الله، ان شاء الله. انا مبسوط قوي، مبسوط ان انا بشوف كل يوم انجاز في البلد رغم التحديات اللي عندنا، والله رغم التحديات. بس خلي بالكم، ده بيجيب فلوس. ايوه ايوه، ما هو صارف مليار دولار، لازم يغطي المليار ويكسب كمان تاني، ويكسب كمان في وقت قياسي تاني، في وقت قياسي. هنا الناس دي ما بتهزرش، هنا إدارة منضبطة وخطة منضبطة وعمل منضبط يديك نتائج اللي انت عايزها. هنا ما فيش هرجلة، ساعات عمل 8 ساعات او 10 او 12 بالساعة، هنا غير
الجهاز الإداري للدولة، الجهاز الإداري للدولة معادك الساعة 8 وتبدأ من الساعة 9 تحضر نفسك للساعة 12 عشان الراحة، وبعد الراحة تحضر نفسك عشان الاتوبيس هيروح. اشتغلت كام؟ قد ايه؟ هنا لا، هنا ال 8 ساعات او ال 10 و 12 بالظبط. وعنده حمام سباحة، وعنده مطعم، وعنده ملعب كورة، وعنده قهوة أو كافيتيريا، يعني عنده كل حاجته موجودة هنا. هنا مفيش هزار، بس هنا إيه؟ وعشان كده ياخد مرتب يبدأ بكذا ويطلع ما بيقلش عشان بيشتغل ويستحق اللي بياخده. ومبسوط ليه؟ موفر له سكن، موفر له سكن، وموفر له ترفيه، ميعاد نوم وميعاد صحيان. بس دول ناس مدنيين مش عسكريين. تاني، مش عسكريين. هتلاقي من جامعة الأزهر وجامعة المنوفية وجامعة أسيوط وسوهاج واسكندرية والغرب منوفية، جامعة مصر، كلهم هنا. نشوف حصل ايه النهاردة، نشوف حصل ايه النهاردة. والافتتاح الرئاسي من هنا من عين السخنة، وهي سخنة بجد، سخنة بجد. حلمنا الأخضر كل يوم بيفيد ويكبر، برؤية استراتيجية هدفها الحفاظ على سلامة وجودة منتجاتنا الزراعية. ملايين الفدادين نتجت عن ثورتنا الخضراء، من الفرافرة لشرق العوينات، ومن محور الضبعة لتشكى الخير، للبيوت الزراعية، مشروعات قومية بتواكب روح العصر، قلاع إنتاجية. احنا كنا بنبيع الفوسفات خامات. المجمع اللي احنا عملناه ده بان احنا نحول ما لدينا من قدرات الى قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري، وكمان نقدر نصدر منها للخارج الفائض اللي ممكن يبقى زيادة عن حاجتنا. شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللي حققت النقلة النوعية بإنتاج أجود الأسمدة الزراعية، بنينا في 8 سنين كتير من القلاع الصناعية المنتجة للتقاوي والمخصبات والأسمدة بأنواعها داخل صروحها المتعددة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وضم 9 مصانع هدفها تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري بتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بأفضل جودة عالمية. وهنا بيبان المعدن الأصيل لأكبر وأقدم القلاع الصناعية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ودارت في العين السخنة ملحمة تانية من الإنجاز، ودخل رجال الشركة في سباق مع الزمن على مدى 3 سنين، وحققوا حلم كل المصريين بالانتهاء من إنشاء أكبر مجمع من نوعه على مساحة 285 فدان. اتشكل الحلم الكبير اللي بيضم 6 قلاع صناعية للأسمدة الأزوتية اللي بتساهم في تحسين التربة وضمان جودة المنتجات الزراعية. بتبدأ رحلتنا بمصنع الأمونيا اللي بتبلغ طاقته اليومية 1200 طن، اللي بيستخدم الغاز الطبيعي المصري كخامة أساسية وفق عمليات كيميائية معقدة هدفها النهائي تفاعل غازات الهيدروجين والنيتروجين تحت ظروف خاصة بتوفر البيئة المناسبة لإنتاج الأمونيا، واللي تعتبر الخامة الأساسية لباقي مصانع المجمع. ومعها كمان بينتج البخار اللازم لتشغيل جميع التوربينات بالمجمع. بنواصل جولتنا داخل المجمع وبنتعرف على المصنع الثاني لإنتاج اليوريا السائلة، والمصنع الثالث لإنتاج اليوريا المحببة بإجمالي طاقة يومية 900 طن للمصنعين. اليوريا بتعزز الأجزاء الخضراء وتساهم في عمليات البناء الضوئي، وبتوفر كمان عنصر النيتروجين بنسب مرتفعة، ده غير إنها عنصر أساسي في تصنيع السماد الأزوتي.
بنكمل رحلتنا وبنتعرف على طبيعة العمل داخل المصنع الرابع والخاص بإنتاج حامض النايتريك المستخدم في إنتاج سماد نترات الأمونيوم الجيرية، وبتبلغ طاقة المصنع اليومية 500 طن حامض نايتريك. وبنوصل للمصنعين الخامس والسادس لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية، أول مصانع من نوعها تقام في مصر والشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية، وبتنتج أهم أنواع الأسمدة النيتروجينية، وبتعتبر من أكثر الأسمدة انتشاراً لاحتوائها على كميات عالية من الكالسيوم والنيتروجين، واللي بيساعدوا على نمو المحاصيل وإنتاج الثمار وجودة الأوراق وحماية النبات من الأمراض، واللي بتتميز بسهولة امتصاصها وكمان ملائمتها لنظم الري الحديثة اللي بتساعد على ترشيد استهلاك المياه. نطاق هائل من القلاع الإنتاجية وسط بيئة صناعية قدرت تحقق الاكتفاء من مصادر الطاقة والماء والكهرباء دون أدنى أحمال على الشبكات الرئيسية. مرافق صناعية متعددة لمياه التشغيل، وحدة لإنتاج غاز النيتروجين، ووحدات للتبريد، وأخرى لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصناعي. غرفة تحكم رئيسية لمراقبة سير العمليات الإنتاجية، بداية من دخول المواد الخام، مروراً بتصنيعها وتعبئتها ونقلها وتخزينها. بالإضافة لمعامل رئيسية تم إنشائها طبقاً لأرقى التكنولوجيا العالمية لاستقبال وتحضير وتحليل العينات وإجراء الاختبارات على كافة المنتجات وفقاً للقياسات الفنية والبيئية، واللي بتساعد المجمع على تطبيق منظومة إدارة الجودة المتكاملة. وقدر المجمع الصناعي اللي بيقع بالقرب من ميناء العين السخنة في تصدير منتجاته عالية الجودة لأكثر من 56 دولة. وبكده انتهت جولتنا داخل المجمع الصناعي للأسمدة الأزوتية اللي اتبنى بسواعد مصرية ليكون أحد أكبر القلاع الإنتاجية. في أحدث القلاع الصناعية في العين السخنة، مجموعة من المصانع، بنتكلم على 6 مصانع اللي تم افتتاحهم صباح هذا اليوم من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنعرف التفاصيل، نعرف أهمية احنا بنعمل ليه المشروعات دي، عائد المشروعات دي علي أنا كمواطن، علي أنا كمزارع، حتى لو أنا بتكلم على التصدير العائد بتاعها علينا إيه، وليه بنعمل؟ لأنه لسه عندنا 9 مصانع كانوا في 2019 والسيد الرئيس افتتحهم، النهاردة بنتكلم على كمان 6 مصانع، ولكن إيه الفرق ما بين مصانع النهاردة ومصانع 2019؟ سيادة اللواء إيهاب عبد السميع، اللي أنا متشرف بوجود حضرتك معنا النهاردة. أهلا وسهلا يا أحمد. ممكن تشرح لنا الأول، إدينا فكرة إحنا موجودين فين، وبعدين هناخد جولة في المصانع. إحنا موجودين النهاردة في أحدث فروع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، فرع العين السخنة، كان بيكون لغاية النهاردة من مجمع واحد بس اللي هو مجمع الأسمدة الفوسفاتية اللي تم افتتاحه في 2019. نعم، ان شاء الله النهاردة بنحتفل بالوليد الجديد. احنا بنتكلم على الجزء ده. الجزء ده كويس، ده اللي ده
2019 تمام. 2019 كويس، ده الجديد بقى. الجزء الثاني اللي ان شاء الله احنا بنحتفل بافتتاحه النهارده، ايوه، مجمع الاسمده الازوتيه. ده بيكون من 6 مصانع نتكلم عليهم بالتفصيل بعد شويه. كويس. الحقيقه ان لو ايه الفرق بين ده وده؟ احنا وصلنا هنا المكان ده كان لو حضرتك دخلت على جوجل هتلاقي الارض دي جبل في شهر اكتوبر 2016. احنا بنتكلم في 7 سنين. 7 سنين المنطقه دي بقى فيها 15 مصنع. 15 مصنع من الصناعه، تعتبر من الصناعات الثقيله، لان الصناعات الثقيله في الدول بتقاس بمعدل الاحماض اللي بتنتجها. باكد تاني، أيوة. معدل الاحماض اللي بتنتجها ممكن تشرحها للناس بس توضحها؟ تمام. يعني الصناعات الثقيله وحضرتك بتقول معدل الاحماض، كويس، اشرحها للناس. كويس. الصناعات الثقيله كل الناس تعرف، اول ما نقول صناعات ثقيله يبقى الحديد والصلب. ايوه مثلاً. نعم نعم. لكن كميه التطور في الصناعات الثقيله في كل الدول بتقاس بمعدل انتاجها للاحماض. لان الاحماض هي اساس العمليات الانتاجيه الكيماويه المختلفه. نعم. المجمعين دول دلوقتي بينتجوا اهم 3 احماض في كل انواع العمليات الصناعيه. نعم. حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك في المرحله الاولى، وحامض النيتريك في المرحله الثالثه. ودول قلب العمليات الصناعيه، سواء للاسمده الفوسفاتيه او للاسمده الازوتيه. كويس. بالتالي طب احنا 2016 حضرتك بتقول المكان ده كان جبل. كان جبل. عملنا ابتدينا تسويات في أيوة. في نهايه 16. ثم 2019 وصلنا لان بقى في 9 مصانع بتنتج الاسمده الفوسفاتيه. ايوه. اللي هي تعتمد على خام الفوسفات المصري. كويس. كل الناس لو حضرتك فاكر كانت بتقول ان في معدلات شوايب عاليه، سيليكا عاليه، حديد عالي، بالتالي مش هيقدر ينتج اسمده فوسفاتيه بجوده تنافس العالميه. الحمد لله رب العالمين، منتجات المجمع ده بتصدر دلوقتي ل 56 دولة في مختلف أنحاء العالم. اللي افتتح في 19. اللي افتتح 56 دولة. 56 من هنا. من هنا. نعم. آخرهم استراليا الشهر اللي فات، والتصدير لاستراليا تحديداً زي ما ستك عارف في محاذير عالية جداً، بيجوا المفتشين بتوع استراليا يقعدوا في المجمع 6 شهور يراجعوا على جميع مراحل الإنتاج على طريقة تخزين وتداول المنتج عشان يستورد على المراكب. عشان يدوك شهادة الاعتماد اللي هي AQIS. الشركة الوحيدة في مصر اللي معتمدة للتصدير الأسمدة في استراليا هي شركة نصر الكيماويات الوسيطة. عظيم. تمام. فالنهاردة 6 جداد دول. 6 مصانع جداد. شركة النصر بتنتج الأسمدة الفوسفاتية بكميات قليلة قوي من سنة 2011. كام؟ فرعها في الفيوم كانوا حوالي 200,000 طن تقريبا. الفيوم. في الفيوم. كويس. زادوا ل 300 في 2015 في الفيوم. 300,000 طن. بالظبط. ثم اضفنا المجمع ده لانتاج الاسمده الفوسفاتيه. فوصل انتاجنا لحوالي 1,000,000 طن في 2019. كان الاسمده اللي عندنا ناقصه الاسمده النيتروجينيه عشان نقدر نوفر الباكج كله بتاع الاسمده للفلاح. يعني ايه الباكج كله؟ يعني جميع انواع الاسمده، سواء البوتاسيه بننتجها برضو في الفيوم، الفوسفاتيه في الفيوم وهنا، ثم الازوتيه بقى كل انواع الاسمده المواطن. ده كان ناقص للمزارع؟ ده كان ناقص. كان ناقص. احنا ما بننتجوش. كان ما بننتجوش. ما كناش بننتجه عندنا هنا في النصر. شركه النصر. نعم. في شركات اخرى في السوق بننتجه الحقيقه. لكن الأسمدة الأزوتية النقص اللي فيها نتيجة مشاكل التداول بتاعتها. بالتالي كل ما زودنا أو وفرنا كميات أكبر نحل مشكلة التداول وما يبقاش فيه أي مشاكل في الأسعار، في توفرها، ولا أسعارها ترتفع نتيجة مشاكل التداول. كان في مشاكل في الأسعار السنتين ثلاثة اللي فاتوا إلى حد ما. طبعا. لا كتير، مش إلى حد ما، أصلنا ناقشنا الكلام ده واتكلمنا فيه مع الزراعة ومع الناس، وكان في استغلال المزارعين والناس كانت بتشتكي. الحقيقة دلوقتي أعتقد إن الموضوع بقى أيوة. أحسن، وبعد دخولنا إحنا كمان للسوق توفر الأسمدة دي هيبقى أعلى. دخولكم للسوق أثر قد إيه على الناس؟ أنا هنا يهمني كمان المزارع، في جزئين مهمين، جزء ان انا بصدر، وجزء المزارع اللي هو بيزرع، وجزء الاراضي اللي السيد الرئيس بيشتغل عليها النهارده عشان يبقى عندي 2-3 مليون فدان زياده عن المساحه اللي موجوده. خليني اقول لحضرتك ان المجمع تأثير ده ايه؟ ان المجمع ده يوفر حوالي 700,000 طن سماد نيتروجين سنويا في السوق. دول يوازوا على طول 2.3 مليون فدان يضافوا لرقعة زراعيه في مصر. لو على ما نضيفهم نقدر نصدر اجزاء منه، لكن ده هيضيف على طول 2.3 مليون فدان. عظيم. بالتالي احنا نقدر نواكب التوسعات في الرقعة الزراعيه وما عندناش اي مشكله خالص. هاي لو انا ما عملتش ده كان ايه العوائق اللي قدامي؟ لا هو بس خلينا نقول ان عمايل ده. ايوه احمد مين. طب معلش، ما هو عمايل ده خلاص احنا عملنا،
عدنا على زي ما اقول كده زمان ان احنا ما بنعملش ده. ما احنا النهارده في حاجه متغيره بالظبط. كويس. لو ده زي ما قلت لحضرتك يقدر يضيف للرقعه الزراعيه في مصر 2.3 مليون فدان. كويس. طول ما حضرتك عايز تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل لازم يبقى عندك اسمده. كويس. والا مش هتقدر توسع في الرقعه الزراعيه. كويس. الفلاح عشان يزرع حاجه اساسيه بالنسبه له السماد، لو السماد مش موجود خلاص هو مش هيقدر يتوسع. نعم. بالتالي ده يعني 2.3 مليون فدان على طول. عظيم. اتفضل. لما نتكلم على المجمع الجديد، المجمع ده بيتكون من 6 مصانع. مصنع لانتاج الامونيا السائله اللي هي ايه؟ ده الامونيا دي احنا بنحصل عليها من الغاز الطبيعي. الخامه الرئيسيه للمجمع ده كله الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي. كويس؟ كويس. طبيعي انت لما بتنتج منه اسمده مختلفه بتعمل عليه قيمه مضافه. نعم. زي الخام الفوسفات بالظبط في المجمع الان. نعم. الخامات كل ما عملت عليها عمليات صناعيه القيمة المضافة عليها بتزيد من ما حوالي من 35% ل 45%. كويس. المصنع الأمونيا ده هو الخامة الرئيسية لبقية مصانع المجمع. يعني لازم تصنع الأمونيا الأول. بعد كده تغذي بيها بقية المصانع. تحول الأمونيا. طاقتنا في الأمونيا حوالي 400,000 طن في السنة. ثم بتحولها ليوريا سائلة. بتاخد الغاز الطبيعي تكسر وتطلع هيدروجين. ثم الهيدروجين تاخد النيتروجين من الهواء الجوي تفاعله معاه يطلع عندك كمان طاقه. هنشوف المراحل دي. هنشوفها. نعم. اتفضل. ثم طلع معاك شويه طاقه تستخدمهم في التشغيل بحيث تقلل الاحمال على الشبكه القوميه للكهرباء. نعم. كمان تاخد ثاني اكسيد الكربون اللي طالع من تكسير الغاز الطبيعي تفاعله مع الامونيا دي تطلع اليوريا السائله ثم توصل لانها بقت يوريا محببه. عظيم. بعد كده تروح على مناطق التعبئه. اخر مرحله فين؟ لا دي مش اخر مرحله. دي اخر ده اخر مرحله في المنتج ده. في المنتج اللي هو اليوريا. بعد كده حضرتك بتاخد الامونيا تاكسدها تحولها لحامض نيتريك. ثم حامض النيتريك تضيف عليه شويه حجر جيري تطلع منه نترات النشادر السائله ثم نترات النشادر الجيريه وده منتج ثالث. يبقى عندنا 3 منتجات، اليوريا المحببه، نترات النشادر الجيريه، والامونيا. عظيم. دي المنتجات اللي طالعه من المجمع ده. الطاقه الاجماليه للاطنان اللي هتتباع في السوق حوالي 700,000 طن. نعم. كله محلي ولا هصدر؟ احنا خطتنا ايه في ده الانتاج ده؟ خطتنا في الانتاج ده ان احنا الاول هنكفي السوق المحلي لو في جاب نتيجه التوسعات في الرقعه الزراعيه ثم الباقي هيتصدر طبعا. نعم. طب كويس. طب كان عندنا عجز في الفوسفات الفتره اللي فاتت. الفوسفات ده مصري، منتج يعني عندنا احتياطي، خامة مصرية. صحيح. كنا زمان بنصدرها ما يعادل 30-40 دولار مثلا. تمام. وكنت بستوردها بحوالي 300-400 دولار او 700 دولار. ممكن تشرح لي الحكاية دي كانت بتحصل ازاي؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. ستلو ايهاب، صحيح. صحيح. اتفضل يا فندم. مصر بتنتج الاسمدة الفوسفاتية بره شركة النصر، بتنتج سماد واحد بس اسمه احاد السوبر فوسفات. ده بيسموه ملح الغلابة، ده السماد الارخص والاشهر. بتنتج حوالي 3 مليون طن. دول كلهم بيحققوا قيمة مضافة حوالي 10-15% على طن الفوسفات. الاسمدة اللي بتنتج هنا هي اسمدة عالية القيمة وعالية الجودة، دي بتحقق قيمة مضافة توصل ل 45%-50% على طن الفوسفات الخام. بالتالي هي ليها قيمة عالية جدا سواء في تغذية التربة، سماد الثنائي فوسفات الأمونيوم وسماد ثلاثي السوبر فوسفات، دول بينتجوا هنا بس في المجمع ده، مش حد تاني في مصر. وجزء من حامض الفوسفوريك كمان بيتصدر. المجمع ده قدر ان هو يصدر حوالي 90% من انتاجه لغاية السنة اللي فاتت. الانتاج 10% من الانتاج راح لصالح التوسعات في المشاريع الكبرى. كويس. بالذات تشكا بتاخد كميات كبيرة من انتاجه. كويس. وال 90% منهم اتصدروا السنه اللي فاتت لسبب نقص الاسمده الفوسفاتيه اللي نتج عن روسيا. عن روسيا. روسيا بالظبط. نعم. فاحنا غطينا، احنا الحقيقه ابتدينا نغطي من السنه اللي قبل اللي فاتت والطلب زاد علينا في السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله كجوده احنا نعتبر نمره واحد في العالم. نمره واحد في العالم حاليا. حاليا نقدر نزود انتاجنا اكتر؟ احنا بنحاول. نحاول. ست اللواء إيهاب، حضرتك بتقول لي كل حاجة بتعملوها زي ما هي موجودة في أي شركة قطاع عام مملوكة للدولة. إحنا منشأة اقتصادية، ليس هناك استثناءات، ليس لها قانون خاص من أي نوع. إحنا حتى الفاتورة الإلكترونية بنطبقها كمان. صح. دخلت فاتورة إلكترونية. صح.
مع وزارة المالية. مع وزارة المالية. نعم. بس. عظيم. ممكن تشرح لنا واحنا هنا قبل ما ناخد جولة؟ احنا هنا اللي قدامنا ده مجمع الأسمدة الفوسفاتية. نعم. ده المجمع اللي افتتح في 2019. اه. تمام؟ نعم. أخدت وقت قد إيه عشان تشيلوا الجبل وتعملوا الحاجة العظيمة اللي احنا ماشيين فيها ديت؟ سنة. سنة احنا بنتكلم في مساحة حوالي 2.5 كيلو متر مربع، المجمع الأولاني والتاني. اه. فمساحة كبيرة. 2.5 مليون متر مربع. متر مربع. بالظبط كده. نعم. فطبعا قعدت سنة. سنة على ما خلصنا التسويق. عايز اقول لحضراتكم على سياده اللواء ايهاب عبد السميع رئيس مجلس اداره شركه النصر للكيماويات الوسيطه، واحنا ماشيين في مصنع الفوسفات وهنا الازوتيه بالظبط. عايز اوريكم بس الاهتمام، مش مجرد ان انا بعمل مصنع، لا انا مهتم ازاي بالناس اصلا اللي شغاله هنا. عايزك تشوف. على فكره لو احنا بنتكلم انه ده مصنع وقلنا انه مصنع، ممكن تفتكروا ان ده فندق او كده. عايزك تبص بس على المكان معمول ازاي، التخطيط بتاعه معمول ازاي، ورد والزرع والنخيل معمول حاجه متخططه وحاجه جميله عشان الناس كمان اللي شغاله. شفت كمان ملاعب، حمام سباحه، ليه كل ده؟ كل ده عشان تحسين بيئه العمل للناس اللي موجوده. اه الناس دي بتشتغل طول اليوم، لازم شوية ترفيه آخر النهار. آه. في نفس الوقت حالتهم الصحية تبقى في أحسن ما يكون عشان يقدروا يوصلوا الشغل. نعم. إن احنا نحول خريج حديث قيمته في سوق العمل قليلة إلى راجل عنده خبرات قيمته أعلى في سوق العمل، صحته أحسن، يقدر يرجع يتجوز ويفتح بيت وحياته تستقر. نعم. هنا المكان اللي احنا فيه ده ايه؟ ده قلب المصنع. قلب المصنع. ده قلب قلب المجمع كله. دي غرفة التحكم الرئيسية للمجمع بالكامل. من هنا الشباب اللي شغالين يقدروا يتحكموا في كل مراحل العملية الانتاجية داخل المجمع. ممكن ندخل على أي حد منهم بعد إذن حضرتك؟ أوي. ونشوف أوي. بيتابع إيه؟ أوي. اتفضل. صباح الخير. صباح الفل. ممكن كيميائي محمد رشاد فهمي، خريج علوم جامعة المنوفية قسم كيمياء. دلوقتي أنا شغال بتابع في المرافق الصناعية قدامي واحد أبراج التبريد بطاقة إنتاجية 26,000 متر مكعب في الساعة. تمام. دي بتمد المجمع والمصانع كاملة بالمياه اللازمة للتبريد في الصناعة. تمام. دورك إيه بالظبط؟ أنا دلوقتي بتابع سير العملية تحت في الفيلد بالتنسيق مع زميلي اللي في الفيلد. بتابع اي تغيير، اي جديد في الفيلد بتبلغ بيه هنا، وانا بتابع معاه وبنحل المشكله اذا كان في مشكله. بتقعد على المكان ده الساعه كام؟ 8 صباحا لحد 8 مساء. 8 مساء يوميا. يوميا. نتعرف. صباح الخير. كيميائي رجب جمال احمد بدوي، خريج دفعه 2018 جامعه اسيوط كليه العلوم. اسيوط. منوفيه اسيوط، واضح من المحافظات. التقدير العام امتياز. ما شاء الله. دخلت بواسطه؟ لا يا فندم. تمام. قول لي بس مين؟ طب جيت ازاي؟ انا قدمت 2018 ولما كان في اعلان يعني؟ كان في اعلان. كنت لسه ساعتها كنت بخدم في اداره المياه الجيش. خلصت فرحت قدمت الورقه بتاعي. وانا دي لي 6 شهور. 6 شهور متعين حاليا في الشركة. عظيم. بعتوا لي، رنوا عليا وبعتوا لي تمام ايميل. فرحت عملت اختبارات كاملة، كشف طبي، اختبار اكاديمية، اختبار هيئة، كل اختبارات يعني. مهمتك ايه هنا؟
انا حاليا في المرافق الصناعيه لقلب المجمع يعتبر بوحده تحكم ومراقبه في سير العمليه الصناعيه اللي موجوده على ارض الواقع تحت. نعم. انا حاليا بتابع وحده الهواء، وحده نزع الايونات اللي هي بتمد البويلر الغليات، عشان نبدا ننتج ستيم ويستخدم في سير العمليه انتاج الكهرباء، عشان نبدا نقوم العمليات الاجهزه. نعم. في المصنع. هنا بتقعدوا فين؟ هنا في المبنى مجمع السكني. آه. اللي هي المدينه. تمام. متوفر الاوضه كل مهندس، اثنين مهندسين في اوضه. الاكل تمام، الوجبات الثلاث وجبات سكن. فدينا ثلاث وجبات. توفيق. انا عايز بس لما نتكلم يعني صباح الفل. صباح الفل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا كيميائي احمد مصطفى جمعه من بني سويف. تمام. خريج علوم جامعه بني سويف بتقدير عام جيد. سنه 2017. ما شاء الله جيد جدا وامتياز. يعني انتوا هنا ما شاء الله. الحمد لله. هنا اساسي اصلا في الشركه. انت عشان تتعين هنا في الشركه لازم يبقى تقديرك جيد جدا او امتياز. في الشركة تعينت في شهر 10 2021، يعني تقريبا داخل في حوالي سنة ونص تقريبا هنا في مجمع الأسمدة الأزوتية. ليه جيت هنا؟ والله يا فندم أنا أصلا اشمعنى يعني في شركات تانية ممكن تديك مرتب أكتر ولا هنا؟ أنا أصلا يعني أنا اتخرجت في 2016. دخلت الجيش. بعد ما خلصت الجيش يعني كان أول مكان أفكر فيه إن أنا أبعت له كان هنا شركة النصر. بعت عن طريق البريد في 2019. واشتغلت فترة في مجال تاني، بس أول ما اتصلوا بيا وكلموني على طول طبعا يعني ما فكرتش كتير. يعني شرف كبير لأي حد إنه يشتغل في شركة النصر من أكبر وأهم القلاع الصناعية في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الأزوتية، فما فكرتش كتير. يعني مكان هيضيف لي خبرة ومكان محترم. خدت خبرة الأول، اتدربت الأول قبل ما تتولى مسؤوليتك دي؟ طبعا يا فندم. احنا دلوقتي اصلا تقريبا لينا في الشركه حوالي سنه ونص تقريبا. جينا والمجمع ده لسه بيتبني، وطبعا برضو ده الكلام ده ما بيحصلش في اي مكان تاني بره. يعني الناس دايما بتجيبك على شغل، انما هنا كانوا حريصين جدا ان احنا نيجي من البدايه ولسه تشوفوا بالظبط. لسه المصنع بيتبني، فكان فرصه ان احنا نشوف كل حاجه قدامنا. فطبعا كانت فرصه ان احنا نتدرب كويس جدا في مجمع الاسمدة. بتعمل ايه هنا؟ دورك ايه؟ انا يا فندم كيميائي في مصنع اليوريا. تمام. في مصنع اليوريا احنا بنستخدم غسان اكسيد الكربون كناتج ثانوي من نواتج مصنع الامونيا. بنستخدمه مع الامونيا السائله في الحصول على اليوريا بتركيز 31%. وبنرفع تركيز اليوريا عن طريق المرور بعده مبادلات حراريه لحد 77%، ثم بيتم رفع التركيز ل 97% عن طريق المبخرات. ثم بعد كده بياتي بقى دور التحبيب. بنبدا نحول اليوريا السائله ليوريا محببه عشان نوصل بمنتج مطابق للمواصفات العالميه بحجم حبايه 2-4 ملي متر. ده يا فندم دوري. في طبعا وقت بعد ما برجع من هنا بنتعشى وبننزل، لو ننزل نلعب جيم ساعه، كوره ساعه، وبرجع طبعا. عندكم حاجات ترفيهيه ثانيه غير الكوره والجيم والحاجات دي؟ الكوره والجيم وملعب السباحه، وفي كمان كافيتيريا برضو لو حبينا نتفرج على ماتشات كوره. بس ده كفايه جدا يعني. كل التوفيق. تحياتي. كل التحية سيادة اللواء إيهاب بجد. الله يخليك. لا لأن أنا كمان عاجبني إنه اختياراتكم اللي بيشتغلوا من الأوائل. يعني إحنا طبعا بنتكلم عن نماذج. طبعا. طبعا ده شيء مهم، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بنختار الناس كلها خريجين حداث. فإحنا بنختار نوايا جيدة عشان نقدر ندربها كويس. زي ما سيادتك شفت معظم الناس بقالهم هنا سنة ونص. إحنا يا دوب لسه بننتج بقالنا شهر. نعم. كل السنه ونص اللي فاتوا دول كانوا تدريب. عشان ما نقدر عشان ما المصانع تقوم. يقدروا يبقوا واقفين على ارض صلبه وقادرين يشغلوا المصانع. السنه او السنه ونص دول كانوا بياخدوا فلوس تدوهم؟ طبعا طبعا طبعا. طبعا. رغم انهم لسه ما اشتغلوش. ده جزء من الاستثمار بتاع المشروع. ده جزء من الاستثمار. انك تجهز كوادر تدير لك المشروع. مش كده ولا ايه؟ نعم. طيب فده استثمار. ده استثمار. نعم. والا هتضطر تسحب ناس من اللي موجودين في المصانع المسيلة في مصر. مش كده ولا ايه؟ نعم. لا. كم في شركة النصر موظفين؟ حوالي 6000. دول عسكريين ولا مدنيين؟ كلهم 96% مدنيين والباقي عسكريين. 96% مدنيين. بالظبط. والباقي عسكريين. بالظبط.
حوالي 4 شايف انا مختلف 4-5% بتكلم شايف المنوفيه بني سويف هو الحقيقه المجمعين دول آه. تقريبا فيهم جميع محافظات مصر آه. من لغايه سينا لغايه الوادي الجديد آه. كل المحافظات هي صدفه الحقيقه صدفه هم قدموا وتقديراتهم كانت كويسه ونجحوا في الامتحانات بالتالي دخلوا آه. فلما عملنا حصر قريب لقينا تقريبا كل محافظات مصر ممثله حتى الوادي الجديد عندنا واحد من الوادي الجديد بصراحه النهارده دخول القوات المسلحه ودايما بنلاقي وما عندناش ما يمنع ان احنا نرد ونوضح ايوه احنا كقوات مسلحه النهارده وانا داخل في مشروعات زي المشروع اللي احنا موجودين فيه قلعه صناعيه كبيره هل القطاع الخاص كان يقدر يدخل بالشكل ده في مشروع كبير زي ده يقدر ولا لا هو طبعا يقدر لو توفر له حاجتين التمويل والتمويل ده متواجد طول الوقت كويس الاهم الخبرات الخبرات المتوارثه الشركه آه. شركه النصر شركه قديمه جدا هي انشئت قبل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه نفسه اه ففيها خبرات السبعينات ولا في السبعينات اه بالظبط اه الشركه دي فيها خبرات متوارثه آه. اجيال بتسلم اجيال اه بالتالي لما بتبتدي مشروع في خبرات متراكمه جوه الشركه تدور المشروع لكن مفيش حد هيجي بره مجاله ويبتدي يعمل مشروع كبير هيحتاج خبرات كتيرة عشان تقوم له المشروع هي دي المشكلة اللي بتواجه المشروعات الصناعية عموما الخبرات والحاجة التانية اللي سيادتك لاحظتها من شوية انت بتقولي دول بقالهم سنة ونص بيتعلموا بس قطاع الخاص ما عندوش الاستعداد ده القطاع الخاص هيشتري دول جاهزين يعني لو حد منافس جه يعمل مجمع اسمده ازوتيه النهارده هياخد من عندي قوي ياخد وانا هعلم ناس تاني بس مفيش مشكله ده دورنا ده جزء من الاستثمار وده الجزء الاهم في رايي هو الاستثمار في البشر انك بتحول الناس دي هم كلهم سلعه في سوق العمل كانت سلعة لا تساوي أكتر من 2,000-3,000-4,000 جنيه لسلعة تساوي 10,000-15,000 جنيه أول ما يجيله فرصة عمل أحسن هو بيجي يقول وأنا بقوله متشكر اتفضل وعالم حد غير ما أقفش قدامه خالص نهائي أضره وأجيب ناس تانية وأضرها خالص عندي الإمكانية بالظبط اتفضل يا فندم اتفضل واحنا ماشيين كده ممكن اللي في وشنا ده يا أحمد بيه ده مصنع الأمونيا ده قلب المجمع الغاز الطبيعي بيخش من بره المجمع من الشبكه القوميه للغاز الطبيعي بنعمل له عمليات تنقيه ننزع منه كل ده المصنع الاساسي كويس ثم بعد كده نكسر الغاز كسر الغاز طلع منه حاجتين هيدروجين وثاني اكسيد كربون ويطلع معاه عمليه سنويه بتطلع شويه طاقه الطاقه دي عباره عن بخار ده بندور بيه المكن الكبير الهيدروجين بناخد شويه النيتروجين اللي موجودين في الهواء الجوي نخلق منه الامونيا كويس اللي هي قلب العمليه الصناعيه بتاعتنا بالكامل ثم ثاني اكسيد الكربون في المنطقه اللي قدامنا دي كلها هو بيطلع الاول في صوره اول اكسيد كربون بنحوله لثاني اكسيد كربون وبعد كده نفعله مع الامونيا اللي ناتجه من المصنع ده برده في المصنع اللي بعديه عشان نحوله لليوريا اللي هو اول منتج بيتباع في السوق كويس ممكن نخش المعمل برده ناخد فكره لو سيادتك نعم اتفضل كويس اتفضل فندم هنا احنا فين هنا احنا هنا في قلب المعمل الرئيسي للمجمع المعمل ده تم تصميمه عشان يساعد المجمع في تحقيق منظومه الجوده المتكامله منظومه الجوده المتكامله بتبتدي من انك تعمل جوده لكل انواع الخامات حتى للهواء اللي موجود في بيئه العمل ثم لجميع انواع المنتجات تمام المعمل ده مجهز باجهزه التحليل الطيفي اللي تقدر تقيس جميع انواع الشوائب اللي موجوده في اي حاجه اي عينه سائله داخل الجدول الدوري فاي عينه بتجيله حتى لو صلبه بيقدر يعمل لها عمليه هضم تحولها لسائله وتقيس جميع الشوائب المعدنيه اللي موجوده في كل الانواع سواء ميه سواء تربه اي حاجه من اي نوع عشان نقدر حتى لو الفلاح جايب عينات تربه نعمل لها عمليه هضم ونشوف ايه العناصر اللي ناقصاه ممكن حد يجيب لكم حاجه يجيب عينات تربه بتتحلل عندنا تمام ونقدر نقول له ايه العناصر اللي ناقصاها احنا عندنا زي ما اتفقنا احنا عندنا اسمده فوسفاتيه عندنا اسمده بوتاسيه وعندنا اسمده نيتروجينيه بناء على تقرير حاله التربه اللي عنده نقدر نقول له ايه النقص اللي عنده وايه السماد اللي هو محتاجه وده جزء من الخدمه اللي احنا بنقدمها ما بين السماد العضوي والسماد الازوتي السماد العضوي او الفوسفاتي السماد العضوي الاسمده الفوسفاتيه والنيتروجينيه والبوتاسيه دي كلها بتندرج تحت اسم الاسمده المعدنيه الاسمده العضويه كلها بتنتج من مصادر عضويه سواء بقى
مخلفات زرع او مخلفات حيوانيه ويتم عمليات هضم وتحويل ليها للاسمده العضويه. نعم. كفائتها في التسميد بتبقى اقل وطريقه التسميد بتاعتها صعبه جدا وما تقدرش تعمل مع المساحات الكبيره عاده. بس بيبقى النيتروجين فيها اقل شويه. اقل بكتير. اقل, أقل بكتير. بالظبط. نسبته 2 3% اقل. ممكن أكتر. يوصل ل 5 7 حاجه كده يعني. لكن انما الازوت كام؟ 50 60 46. 46. وده الافضل. وده الافضل طبعا. يعني انا لو عندي سماد عضوي الازوت بالنسبه لهنا احسن. الازوت طبعا هنا احسن. طيب في الخضار والفاكهه في انواع معينه استخدمها؟ هو كل, خليني بس اقول لحضرتك, كل نوع تربه حسب نوع الزرع اللي فيه بيتطلب نوع سماد معين. يعني ندي مثال, الارض السمراء بتاعتنا القديمه زمان والارض الجديده اللي بتتعمل النهارده الدلتا او توشكا, الفرق بين الاثنين ايه؟ الارض السمراء القديمه بيقولوا عليها مطبله من كتر ما تراوت ميه كتير. صح. فلازم تاخد حاجه تدفيها. أيوة. عشان الميه منسوبها فيها يقل. بالتالي تقدر تمتص الغذاء. والا طول ما النبات جدره حواليه ميه كتير النبات جدره هيعفن. ببساطه. صح. فلازم تدي له حاجه. كنا بنلاقيها في الفول وفي بالظبط, وحتى الموز حتى. صحيح. بيحصل كده. صحيح. فده محتاج ايه, سماد اكتر؟ ده محتاج ان السماد يبقى فيه حاجه تدفيه الاول. بمعنى ادق, معاه شويه كالسيوم عاليين شويه. خلاص, عشان يدفيه ويخلي مستوى الملوحه يهدى شويه في التربه, فالنبات يقدر يستفيد من العناصر اللي موجوده فيه. طب الارض الجديده توشكا والجلتا الجديده وسينا الارض الجديده دي محتاجه نيتروجين اعلى شويه. لان هي نسبه النيتروجين فيها اقل شويه. بس فده وفي نفس الوقت برضو محتاجه كلسم شويه عشان يفتح المسام بتاعه التربه, لانها تربه مقفوله شويه. على ما الارض تنشط بعد شويه. الزراعات بتاعتنا او الخضار بتاعنا لما بنصدر لمختلف دول العالم, هل بيبقى نوعيه السماد لها دور؟ بيسالوا على السماد. هو طبعا في قواعد معروفه للتصدير, ان انت بتسمد باسمده معينه وفي اسمده مش مسموح بيها. يعني لو بتحط اسمده عضويه لازم تراجع كويس ان ما فيش نوع من الميكروبات مثلا موجود في السماد. ما حصلوش عمليه تخمر جيده. بتوقف السماد قبل مرحله معينه وتروي ريه قبلها, قبل ما تاخد العينات ب 21 يوم. دي قواعد معروفه, كل الناس اللي بيصدروا عارفين الاشتراطات بتاعه التصدير. طب خلينا نتكلم على السماد نفسه, نتكلم على مصر, نتكلم على المزارع. في فتره زي ما بقول لحضرتك من شويه بنتكلم على التاثير ده اللي انتوا بتعملوه النهارده, ووجودنا ودخولنا في هذه النوعيه من المشروعات كدوله اهميته بالنسبه لي. هو اهميه ده زي ما قلت لحضرتك هيزود معدلات طرح الاسمده في السوق, بالتالي هتبقى الاسمده اخسارها موجوده. أيوة. بالظبط. زي ما اديت حضرتك مثال من شويه. بمصنع فوق اكسيد الهيدروجين اللي احنا عملناه. كانت السلع دي بتيجي مستورده, اول ما المصنع اشتغل سعرها نزل جوه مصر للنص. نعم. مع ان هي نفس الجوده اللي جايه من بره بالظبط, لكن نتيجه انها توفرت في السوق السعر قل. اتفضل. عايزين ناخد نوعيه من الاسمده كده نبص عليها. قوي. اتفضل. دي مش كذا نوع. دي مش نوعيه واحده, دي كل انواع الاسمده اللي احنا الأنواع. بننتجها. زي ما قلت لحضرتك النصر دلوقتي بتقدر تنتج كل انواع الاسمده. كويس. دي ثلاث انواع, دول الاسمده الفوسفاتيه. سماد الداب. سماد ثلاثي السوبر فوسفات. سماد احادي السوبر فوسفات. ثم الاسمده البوتاسيه. بوتاسيوم النصر. نعم. ثم الانواع الجديده بقى اللي هي نترات الامونيوم الجيريه ده. واليوريا. خلاص. ده نتيجه ايه يا احمد بيه؟ ده نتيجه امتلاك النصر للاحماض الثلاثه دول. من غير دول مفيش, دول كلهم هم دول الاساس. الحكايه حامض الفوسفوريك. حامض الكبريتيك. حامض النيتريك. ده اللي طلع منه كل ده. من غير دول مفيش دول. مفيش دول. عشان كده قلت لحضرتك ان صناعه السماد هي صناعه تقيله. طب هنا نتيجه هنا دول. ايوه. دول تقيله عشان الثلاثه دول. مش الثلاثه دول. بالظبط. بعملهم ازاي؟ دي بروسس صعبه جدا. صعبه جدا. صحيح. بس انا خلاص الخبره موجوده. الحمد لله. الحمد لله. واقدر اعمل كميات. احنا بنعمل كميات. نعمل كميات. احنا انتاجنا من الاصناف دي دلوقتي بقى ان شاء الله بعد المجمع ده وصل لمليون و700 الف طن. ده رقم. الحمد لله. نعم. رايحين لفين؟ خطتنا ايه؟ احنا عندنا خطه طموحه ان شاء الله, لان احنا نضاعف الرقم ده باذن الله. ان شاء الله نوصل لاتنين تلاته مليون طن ان شاء الله. لا اتنين ده رقم سهل اصلا. سهل. طبعا ده 300 الف طن نبقى وصلنا. وصلنا. لا ان شاء الله نبقى الضعف. الضعف ان شاء الله. بخلال
المشكلة ان المصانع دي بتاخد مدة كبيرة في تركيبها في التنفيذ المجمع ده عدى 40 شهر. نعم بس عشان يشتغل نعم عشان المعدات تتصنع. المعدات دي بتصنع مخصوص. دي مش اتأثرتوا في الأزمة الأوكرانية الروسية طبعا كان مفترض يفتتح اعتقد ابريل اللي فات او من سنة مثلا مش كده؟ من بالظبط من سنة اتأخرتوا شوية نتيجة تأخير معدات في التصنيع بره. دي جاي من ألمانيا ولا جاي من ايه؟ من ألمانيا بوزر. ألمانيا احنا في تعاون معاهم. الشركة اللي عاملة التصميم للمصانع كلها شركة تيسن كروب الألمانية. في تحالف بتروجيت هنا ايه؟ تحالف مع تيسن كروب الألمانية هي اللي قايمة بعمل التركيبات كلها. نعم بالظبط. خطتكم جايه فين؟ هيبقى مصانع هنا ولا في اماكن اخرى؟ ان شاء الله الجزء الكبير هيبقى هنا برضه. هيبقى هنا ان شاء الله. ليه السخنه؟ عشان مينا عشان كذا عشان ليه السخنه ده كان سؤال مهم لما جينا اخترنا السخنه. الحقيقه كانت الاعتراض على السخنه من الاول ان احنا ننقل كميات فوسفات كتير. لكن كان الرد واضح. في حاجه اسمها مسافات النقل الخطر. قربنا من المواني دي كلها واحنا في الوقت ده كنا بنستهلك كمان أموني. ما كانش عندنا المجمع ده. مسافات النقل الخطر اقل. انت بتنقل احماض للمواني سواء بقى مينا السخنه مينا الادبيه او حتى مينا ابو قير او حتى مينا دمياط. كل المواد دي مواد خطره. انت بتنقلها. لو رحت في حته تانية عشان تركب الفوسفات هتروح لغايه سفاجه. هتنقل النقل الخطر ده مسافات طويله جدا. في حين ان انت في النهايه بتنقل الفوسفات اللي هو تراب. فبالتالي مسافات النقل الخطر قلت كتير بوجودنا في السخنة. عظيم. زائد ان احنا قريبين من البحر فاحنا بنستعمل مية البحر في العملية الصناعية. كل دي مميزات للمجمع. انتوا عاملين محطة مية؟ محطة مية تكفي المجمعين. طب الكهرباء اخبارها ايه؟ الكهرباء احنا بنعتمد ذاتنا على نفسنا. يعني ايه؟ مش واخدين من الشبكة القومية؟ مش واخدين حاجة من الشبكة القومية غير لما نعطل لا قدر الله. ازاي؟ عندنا المرحلة الأولى مصانع حامض الكبريتيك بتنتج طاقة وهي شغالة. الطاقة دي بنحولها لبخار ندخلها للتوربينات. الحمد لله مكفيها المصنع بنسبة 100%. مش واخدين كهرباء من وزارة الكهرباء في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فيها توربينة بتشتغل بالغاز الطبيعي نفس الوضع. يا دوب احنا بناخد واحنا عطلانين. خلص العطل نقوم تاني خلاص ما ناخدش. عظيم. بكب. مخاطر السيول في هذه المنطقة واحنا عادة بنتكلم السخن بيبقى فيه سيول بيبقى فيه مشاكل. عاملين ايه الإجراءات؟ احنا عملنا إجراءات لحماية الوادي كله مش الشركة بس مش المشروع بتاعنا. بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بحيث ان مية السيول اللي جاية من الوادي تتجمع وتوصل لغاية البحر. الصرف الصناعي اخباره ايه هنا؟ صفر. صفر؟ صفر. عشان كل المياه الصناعية احنا عاملين محطات مخصوص بنقدر ندور المياه بالكامل داخل المجمع. الجزء اللي الاملاح فيه عالية بنرجعه بيشتغل مغذي لمحطة تحلية مياه البحر لان ملوحة البحر الاحمر 40,000 واحنا بنراجع عليها 6,000. بالتالي المياه بتاعتنا بتنظف مياه البحر وندخلها تاني. ما عنديش. تلوث اخباره ايه واحنا بلد وعملنا لسه مؤتمر المناخ والبيئه والحاجات دي؟ اخبار مصنع زي كده هيقول لك انتوا هتسببوا لنا مشاكل. الحمد لله احنا قبل ما بنعمل اي مشروع بنعمل دراسه اثر بيئي. بنقدمها لوزاره البيئه وبناخد موافقه بيئيه. جميع مداخن المصانع عندنا مراقبه على مدار 24 ساعه باجهزه اليه بتدي سيجنالز لجول المصانع. وما عندناش مشكله خالص ان اي حد يخش يبص عليها في اي وقت. اشكرك. شكرا جزيلا. كل التحية. الله يخليك. شكرا. 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 مصر غنية بأيادي ولادها. الأيادي اللي بتزرع وتبني وتساند على مدار السنين خطوة ورا خطوة في سباق مع الزمن قدرنا نلغي كلمة مستحيل. والتاريخ يشهد إن أرض مصر هي أرض الخير. كان هدفنا الأكبر نواجه التحديات عشان نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وترجع مصر سلة غذاء للعالم. ابتدينا أول خطوة في المشوار باستصلاح وزراعة المناطق الصحراوية في مختلف مناطق الجمهورية عشان نقدر نتوسع في الرقعة الزراعية. بدأنا بـ4 مليون فدان منها 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة واللي بدأنا في زراعة 350 ألف فدان منها بمشروع مستقبل مصر كباكورة للمشروع. واللي قدرنا نحقق منها وفرة في المحاصيل من 20-30% عن المعدل الطبيعي للإنتاج الزراعي. ده غير مشروع تشكى الخير على مساحة 1,100,000 فدان واللي بتتميز تربتها الخصبة
بقلة احتياجها للكيماويات والمبيدات الزراعية، واللي تعتبر من أهم صروح الأمن الغذائي. ولسه بنسابق الزمن للانتهاء من زراعة 2.5 مليون نخلة على أراضي تشكى الخير، وبنواصل نهضتنا الزراعية في استصلاح 650 ألف فدان في الصعيد والوادي الجديد، ده غير إعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في الريف المصري الجديد، بالإضافة للبدء في مشروع تطوير زراعات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة سنوياً. وبنواصل جهودنا لتحديث نظم الري للحفاظ على كل نقطة مية عن طريق أساليب تكنولوجيا وممارسات زراعية حديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحطات هي الأكبر من نوعها عالمياً، زي محطة معالجة مياه بحر البقر ومحطة المحسمة اللي هتمد شريان الحياة لاستصلاح حوالي 460 ألف فدان في شمال ووسط سيناء. ده غير تبني برنامج لإنتاج التقاوي المعتمدة من المحاصيل الاستراتيجية والخضر اللي بتساهم في زيادة الإنتاجية، وكانت النقلة النوعية في الزراعة مع ميلاد المشروع القومي للصوب الزراعية اللي بيستهدف زراعة 100 ألف فدان من منتجات زراعية خالية من مبيدات بجودة عالمية من خلال مزارع محمد نجيب والعشر من رمضان وقرية الأمل بالإسماعيلية، بالإضافة لمزرعة أبو سلطان اللي بيضموا المخازن والتلاجات ومحطات فرز وتعبئة وتغليف وتصنيع المنتجات وإنتاج البذور. وفي إطار تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء، تم التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعامل المرجعية لضمان وجودة إنتاج غذاء صحي وآمن ومستدام مطابق للمواصفات العالمية، وكل ده كان داعم أساسي لصادراتنا الزراعية في فتح أسواق جديدة وصلت ل 160 دولة بأكثر من 405 منتج وصلت إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن سنويا، وده أكبر رقم في تاريخ الصادرات الزراعية. وعلى صعيد المحافظة على المخزون الاستراتيجي للقمح، تم إنشاء 41 صومعة في 19 محافظة نجحت في القضاء على نسبة الفاقد في الغلال اللي كنا بنخزنها في الشوان المفتوحة اللي كانت بتوصل لأكثر من 15% ل 20%. الصوامع زودت السعة التخزينية كمان للقمح من 1.2 مليون طن لتلاتة مليون وربعمية ألف طن. مشروعات تنمية زراعية في كل ربوع مصر بتحقق الأمن الغذائي لكل مواطن، وتفضل مصر أرض الخير.